صباح الخيرات على حضراتكم مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. صباح الفل عليكم وأهلا بكم وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. لن تخلو من الحديث عن النادي الأهلي والمشوار القادم. خلاص بقى اللي فات كان جد لكن احنا داخلين دلوقتي على جد الجد، البطولة الأهم على الإطلاق، كأس العالم للأندية اللي بتفرقنا عنها 48 ساعة بالتمام والكمال. أكيد عندنا حديث مطول حول هذا الملف مع حضراتكم في حلقتنا النهاردة. صباح الفل عليك. صباح لذيذ يا كريم. صباح مش وحش. صباح مش وحش. يعني بص طبعا صباح الهنا والرزق لحضراتكم نهاية الأسبوع الصبح طبعا في الأهلي، وحصل اللي احنا كنا بنتكلم فيه والتوقعات اللي كانت بنسبة أكبر 90% كانت الناس كلها والمحللين المختلفين يعني بيتحدثوا إن أكيد أكيد المباراة هتكون لصالح اتحاد جدة على أوكلاند سيتي، وقد كانت مباراة قوية جدا يا كريم. طبعا ويمكن كمان اتحاد جدة اللي كنا أو البعض مننا متوقع إن هو هيلعب مش بالمستوى اللي نعرفه، أعتقد هو أثبت العكس على الأرض أو هو رد على الأرض برضو زي ما كنا بنتكلم دايما عن النادي الأهلي. لا هو لعب مباراة قوية جدا، ربما علشان أوكلاند سيتي برضو فنيا يعني فريق ضعيف إلى حد كبير، لكن برضو هم لعبوا كويس وكان في سيطرة أكثر من رائعة، برضو ثلاث أجوال في شوط واحد، الشوط الثاني كان في تراجع شوية بس ممكن التراجع يجي لأن أنت خلاص أنت حققت اللي أنت عايزه الغرض طبعا. فأنت بتريح شوية اللعيبة، المطلوب حصل، فأنا مش محتاج ان انا اضغط اكتر من كده، لسه عندي مباريات قويه جدا. ربما تكون اوكلاند سيتي مباراه بالنسبه لاتحاد جده بيبني عليها لمواجهه النادي الاهلي، لان هي اكيد اكيد مواجهه اصعب بكتير جدا وفيها تنافسيه عاليه جدا. ف هنتكلم في كل التفاصيل دي طبعا، لكن اللي جاي اكيد زي ما انت قلت بدايه الجد بقى طبعا. يعني ده بدايه الجد طبعا، لكن ان شاء الله خير واثقين برده في النادي الاهلي طبعا النهارده. ونظرا لاهميه هذا الموضوع وهذا الملف، فاحنا النهارده في الساعه الثانيه هيكون عندنا فقره واحده لكنها فقره مطوله هنتكلم فيها عن كل كواليس بعثه النادي الاهلي في المملكه العربيه السعوديه واستعداداته الخاصه لماتش يوم الجمعه ان شاء الله، ودي الفقره اللي هينورنا فيها الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي. زي ما كنت بقول لكم خلاص فاضل اقل من 48 ساعه وندخل بقى اختبار جديد للنادي الاهلي في موسم اصلا صعب خلقه لوحده ومليان تحديات. يعني زي ما قلنا من البدايه عندنا أكثر من بطولة وأكثر من تحدي لنجوم النادي الأهلي ومدربهم مستر كولر. طبعا هنلعب يوم الجمعة الجاية أول مباراة لينا في كأس العالم للأندية أمام اتحاد جدة السعودي، واحد من أهم وأكبر وأتقل أندية المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، والفريق المدجج بالنجوم أبرزهم طبعا الهداف الكبير كريم بنزيما الفرنسي كانتي، وطبعا رومانينو طبعا البرازيلي، ودول بالمناسبة يعني هم اللي سجلوا في ماتش امبارح أمام أوكلاند سيتي، كان طبعا لقاء قوي جدا ما بينهم. مباراة الأهلي والاتحاد نقدر نقول ان هي الى حد كبير خارج التوقعات، وبالمناسبه احنا سبق قبل كده ولعبنا مع بطل اسيا بشكل عام اللي هو نادي الهلال وكسبنا وقتها في مباراه تحديد المركز الثالث برباعيه لو حضراتكم تفتكروا، كانت واحده من اهم مباريات النادي الاهلي عبر تاريخه. لكن طبعا مباراه يوم الجمعه اللي جايه امام اتحاد جده هتكون اصعب بكتير. ما تنسوش حضراتكم ان السنه الاخيره دي الوضع في المملكه العربيه السعوديه كرويا اتغير 180 درجه، يعني حصل طفره كبيره جدا وشفنا اسماء اهم نجوم العالم بيلعبوا في أندية السعودية المختلفة، طبعا يعني انضموا كلهم للدوري السعودي، وده أكيد رفع من المستوى التنافسي بكل تأكيد. بس اللي احنا مستنيينه ودي حاجة برضو من الحاجات اللي احنا بنعول عليها دايما جمهور النادي الأهلي، الحضور الجماهيري. طبعا المصريين يعني بسم الله ما شاء الله كتير جدا في المملكة العربية السعودية، وهنلاقي الملعب مليان من جماهير النادي الأهلي اللي زائرهم في المدرجات لوحده ممكن يبقى له قول مهم في هذا اللقاء. بنتمنى لهم كل التوفيق. بص يعني زي ما احنا ذكرنا قبل كده الكرة السعودية بقت متطورة بشكل كبير، يعني مش قصة بس محترفين. امبارح طبعا كان الاعتماد الأكبر على المحترفين، لكن برضو اللعيبة السعودية كريم كانوا كويسين، يعني الحق يقال اللعيبة السعودية المحليين فعلا كويسين جدا بغض النظر عن رومارينيو وكانتي وبنزيما كل الأسماء الكبيرة دي، واللي احنا قلنا عندنا طبعا قلق، مش هقول تخوف منهم بس عندنا قلق طبعا منهم، وده طبيعي جدا انك تلعب مع لعيبة عالمية طبعاً. عالمية من ناحية الأرقام، عالمية من الأندية اللي بيشاركوا فيها، من المنتخبات اللي بيشاركوا فيها، كل دي حاجات لازم تحطها في الاعتبار وانت بتتكلم عن المنافس بتاعك طبعاً. بس على كل حال برضو انت هترجع تقول تاني انا النادي الاهلي، هقول تاني التاريخي وافريقيا والاول افريقيا ولا والبطل، ان انا اول يعني انا او خليني اقول انا رقم واحد في الدول العربيه في الانديه مقارنه بالدول العربيه كلها اللي وصلت للبطوله دي 9 مره
بلغه طب. الارقام دي طب. تاسع مره. فبرضه يا كريم انت محقق اوريدي تاريخ او انجاز مش قريب حتى حد ليك فيه. فلا معلش انت برضه مهما كنت بتنافس مين، انا اعتقد ان احنا لازم نبقى حاطين في دماغنا احنا برضه نبقى مين. برضه انت النادي الاهلي دي كبيره جدا، وكبيره جدا عشان تاريخك هو اللي خلاك تبقى كبير جدا. لما تيجي تدخل منافسه لازم تعرف المنافسين اللي معاك مين، انت في حته لوحدك. فالقصه مش صعبه ابدا. اه طبعا عندنا كان مشاكل فنيه كبيره جدا الفتره اللي فاتت، وظهر هذا الموسم بشكل كبير واكبر كمان من الموسم اللي فات. لكن انا بعتقد ان النادي الاهلي فيه تاني، هنرجع نقول وحضراتكم اكيد تتفقوا معايا انا وكريم في ده، في البطولات الكبرى والبطولات الاساسيه. صحيح. هو بيلعب بشكل تاني خالص. يعني ممكن العب وحش، ممكن مبقاش مركز قوي، ما عنديش دوافع، الاخطاء كده كده متكرره في البدايات مع المنافسين اللي هم بحس ان هم يعني اضعف مني فنيا. لكن لما بلعب بجد انا بلعب بجد، هي دي النقطه. ده اللي احنا عايزين نشوفه بقى. هو ده اللي انا عايز ابتداء من يوم الجمعه ان شاء الله. ده اللي شفناه قبل كده. طيب انت رايحه وانت قبلها بايام او حتى بساعات معدوده واخده لقب النادي الافضل على مستوى افريقيا طبعاً. في 2023 طبعا. ده لوحده المفروض برضو يبقى يدي للعيبه بتاعتنا يعني دافع كبير وحافز كبير. بس ان شاء الله ان شاء الله يكون يعني نهايه هذا اللقاء تسعد جماهير النادي الاهلي في كل مكان باذن الله ان شاء الله. اتفق معاك جدا يا كريم. خلينا بقى نتكلم برضو عن بعض الفنيات. تعالي ندخل في الفنيات. تعالي 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 نقف كمان عند خط الدفاع. صحيح. يعني اتحاد جدة، لان خط الدفاع في نادي اتحاد جدة الحقيقه ودي تفصيله لازم تتاخد في الاعتبار وممكن نعتمد عليها الى حد بعيد. خط دفاع اتحاد جدة رغم وجود طبعا يعني لاعبين كبار جدا زي مثلا لاعبنا المصري الدولي احمد حجازي اللي راجع من اصابه طويله، بس ابتدى بالمناسبه يشارك تدريجيا في كل المباريات مع الفريق، وكان كمان بيشارك في التشكيل الاساسي في ماتش امبارح. لكن اللي عايز اقوله رجوعا لنقطه خط الدفاع، ودي نقطه تاني اعتقد ان مستر كولر اكيد هيستغلها، وهي ان تغيير طريقه اللعب بشكل مستمر من مدربهم مارسيلو في اخر 7 مباريات دي لوحدها ادت لوجود ثغرات دفاعيه، وده نتج عنه استقبال مجموعه من الاهداف بشكل مستمر. ده حصل في الدوري السعودي اكتر من مره في الفتره الاخيره، حصل قدام الشباب السعودي وقدام الحزم وقدام فريق ضمك اللي خسر منه الاتحاد بثلاثيه يعني، ودي كانت مفاجاه مدويه يوم الماتش ده، الناس كلها كانت مندهش الحقيقه. لكن اكيد في النهايه يظل فريق قوي كامل متكامل طبعاً. هو في المركز الخامس حاليا في ترتيب الدوري السعودي عنده 28 نقطه، وطبعا الى جانب كل التمنيات بالتوفيق لنجوم النادي الاهلي ان شاء الله يعني نسجل فوز غالي جدا ونتاهل من خلاله للدور نصف النهائي ونضرب موعد جديد بقى ان شاء الله مع فلومينسيني البرازيلي. ولكن اهم حاجه بالنسبه لنا هي استغلال انصاف الفرص عشان ما نشوفش في اللي جاي اللي شفناه في اللي فات. يعني في المباريات اللي من النوع ده التركيز بيكون مطلوب، وضيع اي فرصه تهديفيه بيبقى يتبكي عليه، لان الفرصه من دول لما بتيجي ما بتجيش كتير يعني، ولو ضاعت ممكن ما تتعوضش او ما تتكررش بسهوله. فعايزين نخلص بدري بدري ونكون مركزين جدا وهاديين جدا، ولاعيبه النادي الاهلي اكيد عندهم ما يكفي من الخبرات ان هم يحسنوا التعامل مع مباراه بالثقل ده. انا بتفق معاك، يعني على الرغم من ان الموضوع اكيد مش سهل، وعلى الرغم من اتحاد جدة اكيد هيظهر بافضل صور ليه في المباريات المتبقيه، يعني ان كان في مباراه متبقيه غير النادي الاهلي ان شاء الله احنا اللي نفوز. لكن برضو في نفس الوقت لا، هيبقى في قوه جدا، هيبقى في تنافس شديد، وفي قلق برضو على الصعيد يعني صعيد الاهلي وصعيد اتحاد جدة. خلينا نبقى برضو نتكلم بالشفافيه، يعني مش هنقدر نقول مثلا اتحاد جدة نازل ينافس النادي الاهلي وقلق، لا هو اكيد عنده يعني حذر، لكن برضه هو اكيد واثق ان هو عنده سكواد يقدر يفوز على النادي الاهلي. وعلى الصعيد الثاني النادي الاهلي هو النادي الاهلي يعني ببساطه زي ما بيتقال، فاكيد برضه عنده دافع كبير جدا. واعتقد ان ما فيش زي ما انت بتقول رفاهيه ان انا اخسر يعني بطوله باي خطا ولو كان ايه، يعني التركيز مش مطلوب، هو فوق التركيز تقريبا هو اللي ممكن يكون مطلوب. على كل حال تفاصيل كتيره جدا عايزين نعرفها وعايزين نقرا المشهد والاجواء هناك. خلينا نروح لزميلنا العزيز احمد عويس الناقد الرياضي المتواجد هناك كمان في المملكه. يا عويس صباح الهنا عليك في البدايه. طبعا صباح الخير يا هواندو، صباح الخير يا كريم، وان شاء الله كده ربنا يكرمنا يوم الجمعه ونقدر نكسب. بس عايز اقول حاجه، يعني خلي الناس تتعامل مع بطولات السوبر وكاس العالم الأندية على ان هي مكافاه من لبطل. انت رايح هناك تلعب كبطل، مش رايح تشارك كضيف او حاجه، انت بطل قارتك. فهي بطوله مكافئات لابطال القارات، يعني الاهلي بطل قارته اوكلاند سيتي،
خلينا باستثناء اوكلاند سيتي، يعني اتحاد جده بطل الدوري السعودي، مانشستر سيتي بطل اوروبا، فكل اللي جاي هو بطل قارته، فهي بطوله بتجمع ابطال القارات. ونتعامل مع الموضوع لانه احتفاليه، لانه انا شايف ضغط عصبي كبير جدا على جمهور الاهلي وضغط عصبي على اللعيبه، فلازم نفك فكره الضغط دي ونتعامل مع الامر بهدوء شويه. لا المكسب هيزود اسم النادي الاهلي ولا الخساره هتقلل النادي الاهلي. اسم النادي الاهلي كبير وقوي، وهو تقريبا الزعيم في كل الموجودين. بص يا عويس، طبعا بتفق معاك، الضغط على اي لاعب دلوقتي في الفترات اللي بتبقى كريتيكال كده او حساسه بيبقى مش مطلوب، ولكن خليني اكون معاك برضو. لا، الجماهير من تعطشها للفوز في البطوله دي تحديدا، ولان النادي الاهلي هو اللي خلى يبقى فيه يعني سقف توقعات اعلى كل موسم وكل سنه بيشارك، والبطوله دي تحديدا بنتكلم كمان تاسع مره مشاركه الاهلي، ودي حاجه غير مسبوقه عربيا. فلا، الجماهير الاهلاويه عايزه يبقى فيه نتيجه مختلفه، خدنا ثالث عالم وخدنا رابع عالم، عايزين نوصل للفاينل. الاخطاء الصغيره يمكن المتكرره معانا في المباريات اللي فاتت نفسهم ان هي لا تكرر مره ثانيه، فيمكن القلق جاي من هنا، ان انا مش عايز يبقى فيه اي اهدار لاي فرصه، لان ده ممكن يؤثر على النتيجه ويخسرني حاجه انا في غنى عنها، ان انا ما اخسرهاش يعني، او خساره انا مش محتاجها اصلا يعني، فاهم قصدي يا عويس؟ فلا، من حقنا شويه يبقى عندنا شويه قلق احنا كجماهير. حالك الكلام اللي انا بقوله، انا عايزه بس الصوت يعني يعلى شويه يا جماعه بعد اذنكم، انت سامع كويس؟ لا خالص، خلوا الصوت عندنا يعلى شويه بعد اذنكم، اتفضل يا عويس. الكلام اللي انا بقوله، الكلام اللي انا بقوله مش متعارض مع اللي انت بتقوليه، انا بقول نهدى ونوصل هدوءنا ده لجمهورنا، ان الاهلي فريق كبير. حاله الخوف اللي موجوده من جماهير الاتحاد السعودي انا لمستها امبارح وانا في الملعب، خايفين جدا من النادي الاهلي، مع يعني طول الوقت عاملين حساب لفريقنا، لانه في الاخر ده النادي الاهلي. صحيح. يعني انا لانه جده هي معقل فريق اتحاد جده، فجمهور الاتحاد هنا موجود تقريبا نص جمهور الكوره في جده بيشجع اتحاد جده، فاحنا بنقابلهم في كل حته، هم لا خايفين من النادي الاهلي. وخلينا نقول انه الاهلي فريق كبير، النادي الاهلي طبعا للسنه الرابعه على التوالي في اربع بلاد عربيه واربع مدن عربيه بيشارك. الاهلي في 2020 كان في الدوحه، الاهلي في 2021 كان في ابو ظبي، الاهلي في بطوله 2022 كان في الرباط في المغرب، الاهلي النهارده في جده. الحقيقه ده انجازات لازم كلنا كاهلاويه نفخر بيها. الاهلي تاسع مره في كاس العالم للانديه باستثناء اوكلاند سيتي، لانه فريق بيمثل فريق واحد بيمثل القاره، هو بيلعب لوحده تقريبا في القاره، فالاهلي هو الفريق الوحيد في العالم اللي عنده كل هذا الكم من المشاركات في كاس العالم للانديه، فكل ده فخر وانجازات للنادي الاهلي مخليه كل اللي موجود في البطوله عامل له حساب. لانه لما نشوف كريم بنزيما بيقول ان مباراتنا امام الاهلي في كاس العالم للانديه اللي فاتت في الرباط كانت صعبه، فده فخر. انت بتلعب ريال مدريد، وريال مدريد بيقول مباراه صعبه، فايا كان فريق الاهلي هيقابله لازم يعمل حساب للاهلي. الاهلي فريق كبير، والاهلي بينزل اي مباراه بيدور على بطوله. الاجواء هنا، الفريق اتمرن امبارح، النادي الاهلي اتمرن امبارح، التمرينه كانت مفتوحه واللعيبه روحها المعنويه عاليه جدا. اعتقد ان الحضور الجماهيري لجمهور الاهلي في المباراه لن يقل باذن الله عن 20,000. ناس كتير جدا جايين، ده اللي احنا متوقعينه ومنتظرينه. بس انا عايز اعرف معاك يا عويس بعد اذنك، يعني ولو للحظات كده، عند اتحاد جده، وبغض النظر عن نتيجه مباراه الامس بين اتحاد جده واوكلاند سيتي اللي فاز فيها بثلاثيه وشفنا سيطره وهيمنه اتحاداويه انجاز التعبير طبعا، لكن تعالى نرجع لاخر كام ماتش ليهم في الدوري. مستواهم مش المعهود، يعني في برضه مش تذبذب، لا كان في تراجع حتى في المستوى، لكن في حاله بقى مشاركه اتحاد جده في بطوله زي كاس العالم للانديه، هل الحسابات بتختلف؟ يعني المشاركه في كاس العالم للانديه بيبقى لها حساباتها الخاصه ولا تعتمد باي حال على مؤشرات نتائج الدوري، ولا الوضع عامل ازاي؟ طبعا هو ماتش اوكلاند سيتي امبارح هو ماتش ما يتحسبش في حسابات ان احنا نقدر نحكم منه على مستوى اتحاد جده، هل هو اتحسن عن مباراته الاخيره في الدوري واللي كان اخرها الهزيمه امام دمك 3-1؟ ما نقدرش نحسب، ولكن خلينا نقول انه في ترس كان مفقود في منظومه اتحاد جده بيرجع له في مباريات الدوليه، لانه مش متأيد في مباريات الدوري، وهو نجمنا احمد حجازي. الحقيقه وجود احمد حجازي في دفاع اتحاد جده فرق معاه كتير جدا في مباراه، في اخر مباراه لعبها
في دوري ابطال اسيا، وفرق معاه امبارح حجازي بيديلهم امان ورا فبيقدروا يتحركوا قدام براحتهم. والحال المنظومه الهجوميه عندهم رومارينيو وكريم بنزيما وحمد الله وكانتي وجوتا، منظومه قويه، وفابينيو في خط الوسط، منظومه هجوميه قويه جدا. ولكن برضه في الاخر انا عندي ثقه في لعيبتنا وعندي ثقه في مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي انه هيقدروا يواجهوا ده ويقدروا يقدموا لنا مباراه. النتيجه في علم الغيب، النتيجه عند ربنا، وكل النتيجه دي قدر. الخساره مش نهايه العالم، ولا المكسب هيزود اسم الاهلي، اسم الاهلي كبير، ولكن احنا بس اللي بنأمله ان الفريق يأدي مباراه تليق باسم وتاريخ النادي الاهلي. هو ده اللي احنا مستنيينه من لعبتنا ومن فريقنا، لانه كل الشواهد هنا وكل الامور هنا بتقول انه كل الناس عامله حساب لحضور النادي الاهلي بطل افريقيا. بطل افريقيا 3 مرات في اخر 4 بطولات، بطل افريقيا 11 مره، الفريق الثاني في العالم اللي محقق القاب قاريه اكتر من مدريد. الحقيقه التاريخ نقعد بقى ممكن نقعد نتكلم فيه، لا هياخد وقت لو اتكلمنا بقى، ما فيش وقت لكل التاريخ طبعا. تاريخ محترم وتاريخ كبير جدا، ولسه المزيد ان شاء الله من البطولات اللي هتكتب تاريخ كمان جديد. لكن قبل ما نختم معاك برضو يا عويس، انا عارف ان انت متواجد بحريص دايما تبقى موجود مع بعثه النادي الاهلي مهما يكون، وهتكون معاهم برضو طبعا في ابو ظبي والسوبر ان شاء الله، نقابلك هناك بقى لو قدرنا. بس خليني برضو اروح معاك لنقطه عشان نطمن الساده دلوقتي المتابعين، الاجواء ازاي هناك حاليا، الاستعدادات النفسيه قبل الفنيه، الجاهزيه، هل مثلا برضو الشق اللي ليه علاقه شويه بمباراه امس كولر هيشتغل على المباراه؟ اكيد كان في دراسه بتمعن للمباراه بالامس، نقاط القوه والضعف، خصوصا ان انت بتتكلم اتحاد جده حاليا ليس الافضل، يعني النتائج بتاعته قبل المشاركه بالامس ما كانتش الافضل الى حد كبير. ومش بس بصراحه اتحاد جده، كل الانديه المشاركه او الفرق المشاركه ما كانتش عامله افضل نتائج قبل ما تشارك في البطوله، وده غريب جدا. حتى المان سيتي قبل اخر مباريتين كان برضو الاداء بتاعه والنتائج ليست الافضل. فخلينا نروح معاك للشق ده عشان برضو نطمن منك، اتفضل. طبعا اكيد الجهاز الفني للاهلي امبارح اتفرج على المباراه، امبارح حتى التمرين كان بدري قبل ميعاد مباراه الاتحاد جده اوكلاند سيتي، واعتقد ان هم عارفين يعني مش هيستنوا مباراه اوكلاند او هيستنوا المشاركه دي ان هم يقدروا يكونوا تابعوا وحكموا وعرفوا مفاتيح لعب وقدرات لعيب اتحاد جده. المعسكر ممتاز، الاوتيل بينه وبين ملعب الجوهره اللي هيتلعب عليه المباراه وبين ملعب التدريب يعني اللي هو جنب استاد الجوهره بينه 3 دقائق تقريبا، يعني ما فيش ما بين فندق الاقامه. فالحقيقه اللعيبه مركزه، كابتن خالد بيبو قافل عليهم، وان شاء الله ان شاء الله يعني يقدروا بقى يفرحوا الجمهور بعد شويه تذبذب نتائج في الفتره صحيح. الاخيره وانا طول الوقت بتفائل الحقيقه باللي هو ايه، لما يبقى عندنا كده فجاه نتائج ما بتتلوش، فما بنيجي في حدث كبير صحيح. بنقدر ان شاء الله نحقق حاجه كبيره باذن الله. فاتمنى ان شاء الله ان يوم الجمعه يكون النادي الاهلي في مستواه، وان شاء الله يبقى لما ان شاء الله عندنا معاك مداخله يوم الاحد يكون بيستعد لمباراه السيمي فاينال امام فلومينينز البرازيلي بطل امريكا الجنوبيه باذن الله. باذن الله. اي اسئله اخرى اضافات؟ انا اكتفي بهذا القدر، نورت الدنيا كلها يا عويس. طبعا مشكورك جدا زميلنا العزيز احمد عويس من المملكه العربيه السعوديه، واكيد تغطيتنا ما زالت وهتكون مستمره على قناه النادي الاهلي اكيد. اديكي كونكلوجن في السريع، قول باختصار شديد، سيبك انت، لو روح الفانيلا الحمراء كانت حاضره معانا ابتداء من يوم الجمعه ما تشيليش هم حاجه. والله معاك حق، وفي حاجات كده بتحصل مع النادي الاهلي فعلا ممكن ما يبقاش ليها حسابات، او بالحسابات تلاقي ان الموضوع لا مش هيوديك للنتيجه دي، لكن تيجي تفاجئ بان النادي الاهلي في حته ثانيه خالص. يعني احنا كنا خارجين من الموسم اللي قبل اللي فات ازاي مثلا، كانش الافضل تماما. جينا قلنا بعد كده الموسم اللي هو على اللي فات قلنا يا رب هيبقى موسم قوي ولا لا، وانا خارج من دروب كبير جدا ونفسيا ومعنويا وفنيا بالمناسبه، وكان في تراجع في اداء لعيبه كتيره جدا لو حضراتكم فاكرين، وقلنا احنا معانا دلوقتي مدير فني جديد ومارسيل كولر، طب واللعيبه، طب والكيمستري، طب الراجل ده هيفهمنا، طب الجماهير كانت لا، موسم كان صعب في البدايه، وكان توقعاته ان هو مش هيمشي، ان هو موسم استثنائي رائع، خارج ب5 بطولات طبعا. اداء اللعيبه كلها تقريبا بنسبه 90% تحسن، اصبح عندك تدوير للعيبه سكواد واثنين بنفس المستوى، كل ده تم تحقيقه رغم ان عدم يعني المنطقيه كانت موجوده او هي اللي غالبه وقتها.
فممكن جدا يا كريم ده يحصل، وده حصل قبل كده بالمناسبه في بطولات على مدار التاريخ والاجيال اللي فاتت يعني، فمش حاجه هتفاجئنا ان شاء الله ده فعلا يحقق باذن الله. وفي الاول وفي الاخر احنا واثقين في فريقنا لان هو اللي ادانا الثقه دي يعني، فباذن الله خير. انا متفائله على فكره، ومع احترامي طبعا الشديد اتحاد جده والنتائج حتى المتذبذبه، بس مش هو ده اللي مطمني، انا اللي مطمني فريقي، انا اللي مطمني ان انا عارفه الفريق بالذات، زي ما كلمه عويس اللي قالها الاخيره، لما بيكون في تذبذب ودروب شويه انت فجاه بتلاقي كامباك اكثر من رائع في الوقت المطلوب، وهو ده الوقت المطلوب بصراحه، احنا عايزين الكامباك بتاعنا في هذه البطوله، فباذن الله خير يعني. يا مسهل الحال. تعال بقى ننتقل برضو لموضوع تاني وموضوع مهم جدا، وبرضو هنتكلم بعد نجاح طبعا النادي الاهلي، وكلمنا في ده تحديدا امبارح بالفوز باكثر هنا من جائزه، وتحديدا في جوائز او توزيع جوائز الكاف، جائزه افضل طبعا نادي في العام وافضل لاعب داخل القاره اللي حصل عليها بيرس تاو، وكلمنا في كل التفاصيل امبارح، وجائزه افضل هدف لكهربا امام طبعا الهلال. جه بقى الدور على استفتاء جديد وحفل جديد، هو جوائز مهرجان الجلوب سوكر اللي هيقام في دبي باذن الله، وطبعا ده برضو من الاستفتاءات الكبيره جدا يا كريم، وبيحظى باهميه واهتمام اكثر من رائع من جميع وسائل الاعلام بقى المحليه والعالميه، عايز اقول لحضراتكم. وسبق بالمناسبه برضو النادي الاهلي فاز فيها بافضل نادي يعني، برضو دي مش حاجه جديده، وقتها طبعا كابتن محمود الخطيب هو اللي تسلم الجائزه، وكان في حضور كبير جدا من نجوم العالم يعني، مش عايز انسى بس كان في كريستيانو رونالدو، كان في ليفاندوفسكي، كان في اسماء كبيره جدا، ووقتها دخل النادي الاهلي كمان ومارسيل كولر ومحمد صلاح ضمن القائمه النهائيه للحصول على جوائز الجلوب سوكر 2023 اللي ان شاء الله هتكون تحديدا يوم 19 يناير الجاي في دبي. اتمنى ان احنا كمان يبقى لينا الحظ ان احنا نحضر ونكون متواجدين في لحظات التتويج اللي بيشرفنا بيها وبنتشرف بوجود النادي الاهلي ضمن القائمه، وكمان لما بيفوز بشكل كبير طبعا. أكيد. فبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. خلونا بقى نقول لحضراتكم القائمه النهائيه للمرشحين في هذا الاستفتاء الكبير، استفتاء جلوب سوكر. طبعا النادي الاهلي بينافس على جائزه الافضل في الشرق الاوسط والعالم. بالنسبه للانديه المتنافسه مع النادي الاهلي على الافضل في الشرق الاوسط، مع الهلال والاتحاد والنصر من المملكه العربيه السعوديه، وكمان معهم شباب الاهلي من الامارات. اما جائزه افضل نادي في العالم فموجود فيها الى جانب النادي الاهلي الكبار بقى الهلال والاتحاد من المملكه العربيه السعوديه، العملاق الانجليزي ارسنال، طبعا برشلونه الاسباني صاحب الشعبيه الجارفه في العالم، فلومنسيني بطل طبعا البرازيل، انتر ميلان احد اكبر اقطاب الدوري الايطالي ووصيف دوري ابطال اوروبا، وطبعا مانشستر سيتي بطبيعه الحال لازم يكون موجود افضل نادي حاليا على مستوى العالم، معهم كمان نابولي بطل الدوري الايطالي في اخر نسخه، واشبيليه البطل التاريخي للدوري الاوروبي، يعني منافسه على اعلى مستوى. بص بقى كمان لو هنتكلم عن الاسماء، انت اتكلمت عن الانديه، عندك كمان قائمه نهائيه مفروض مرشحه برضو منها اسماء كبيره جدا، انا مش هقول كل الاسماء لان الاسماء كتيره، بس من ابرز الاسماء دي خليني اقول لحضراتكم، مثلا عندك بيلينغهام طبعا نجم ريال مدريد، عندك كريم بنزيما، برناردو سيلفا، عندك دي بروين، عندك هالاند، عندك ميسي، عندك محمد صلاح، اسماء كبيره كبيره جدا، فعندك نيمار يعني، بص لا كريم كلها اسماء طبعا من المدربين انشيلوتي، ارتيتا، عندك جوارديولا، لا كله، ومارسيل كولر بالمناسبه، سكالوني، لا عندك اسماء كبيره وكتيره، فمنافسه شرسه ومنافسه قويه، ومنافسه ان قصه ان النادي الاهلي يكون موجود، هرجع اقول تاني جملتي امبارح، مصر تتواجد بقوه وليس النادي الاهلي فقط، لان هنا النادي الاهلي لا يمثل نفسه، لما بيكون في محفل دولي خلاص مين اللي بيمثل مصر في هذا المحفل الدولي؟ في نسبة 95% بيكون النادي الأهلي، فعشان كده احنا بنتكلم ان مصر حاضرة بقوة ممثلة في النادي الأهلي، فبالتوفيق بإذن الله، والوجود أو التواجد ده بيسعدنا جدا، وكمان مش احنا بنتواجد أو بنروح يا كريم نمثل بكلمتك تمثيل مشارف وبنسبة حضور يعني، لو احنا موجودين ضمن المرشحين، لا احنا بنبقى موجودين ضمن المرشحين وبنفوز، ففي فرق كبير جدا، ف ان شاء الله تبقى 2024 يعني سنه جميله على النادي الاهلي، زي بالمناسبه ما كانت 2023 في بدايتها، الا استثناء اخر شهرين يعني. ربنا يستر حاله تبقى سنه خير علينا كلنا. وطبعا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي بصفه خاصه وبشكل استثنائي، التمثيل المشرف بالنسبه لهم ومن وجهه نظرهم هو الحصول والتتويج بالبطوله، مش اي حاجه ثانيه، لان النادي الاهلي كالعاده اذا كان التعادل في اي ماتش بالنسبه للجماهير يعتبر خساره، ما بال حضراتكم المركز الثاني في بطوله، ولا سيما لو كانت بطوله بحجم وثقه لكاس العالم للانديه. تعالوا بقى نسيب ملف النادي الاهلي
مؤقتا ونروح للمنتخبات المختلفة، ونبتدي مع حضراتكم بخبر متعلق بمنتخب مصر مواليد 2008 اللي بيواصل تدريباته في معسكره المغلق المقام في مدينة الإسكندرية طبعا تحت قيادة الكابتن أحمد الكاس في أول تجميعة لهذا المنتخب. اختار الجهاز الفني للمعسكر 37 لاعب كمجموعة أولى، بعد كده إن شاء الله المجموعة الثانية هتضم 35 لاعب واللي انتظموا كلهم في التدريب في المعسكر بالأمس. الفترة المقبلة إن شاء الله هيتم وضع برنامج إعداد للفريق طبعا للتصفيات الرسمية، وكمان تحديد عدد المعسكرات اللي هتتم إقامتها لهذا المنتخب على مدار الأشهر القليلة المقبلة طبعا قبل بدء مشوار المشاركات الرسمية. هيكون أول ارتباط رسمي للفراعنة الصغار في شهر إبريل اللي جاي إن شاء الله، هيخوضوا الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين، وهي البطولة المؤهلة بدور إلى بطولة كأس العالم للناشئين 2025. طيب بالنسبة للمنتخبات برضو بتاعتنا، خلينا ننط لحضراتكم عن كل الإنجازات اللي بتتم، يعني زي ما بتقال كده كل يوم بصراحة. المنتخب هنا تحديدا الوطني للناشئين تحت 17 سنة بس لكرة الطايرة فازوا على تونس بنتيجة 3-0، كانت مباراة قوية جدا، ودي أولى المباريات ببطولة الأمم الإفريقية اللي بتستضيفها ليبيا، هتكون من 10 أو كانت من 10 لغاية يوم 20 ديسمبر، ويعني بتقام المباراة الثانية إن شاء الله لمنتخب مصر هتكون أمام الكاميرون دي بكرة الساعة 6 مساء تحديدا، وهتكون برضو مباراة قوية جدا لأن الكاميرون برضو منتخب تقيل، فبالتوفيق للي جاي. لكن يعني حتى هذه اللحظة أنا شايفة كمان إحنا مش على مستوى بس الفرق الأولى، على مستوى الناشئين كمان يا كريم كويسين جدا، فده أمر مبشر طبعًا لمستقبل طبعًا الرياضة عندك على كل الأصعدة. نروح بقى المنتخب السكواش اللي تغلب على نظيره الماليزي بنتيجة 3-0 في أولى مباريات دور المجموعات في بطولة العالم لمنتخبات الرجال اللي بتستضيفها نيوزيلندا خلال الفترة من 11 لغاية يوم 17 من شهر ديسمبر الجاري. مثل مصر في أول المواجهات الثلاثي يوسف سليمان وعلي فرج ومازن هشام، وبرضو خلونا نوضح لحضراتكم نظام كاس العالم عامل ازاي. كل لاعب مصري بيلعب مباراة قدام لاعب من المنتخب المنافس، المطلوب هو الفوز في 3 مباريات، لكن لو مثلا اتعادلوا فليكن بنتيجة 2-2 فبيلعبوا مباراة 5 لحسم نتيجة أول جولة. وطبعا من باب العلم بالشيء مجموعتنا بتضم ماليزيا وأيرلندا، منافسين مش سهلين ولكن برضو على قد الايد لما نيجي نتكلم على قدرات لاعبتنا في عالم السكواش. لا احنا عندنا طمأنينة كبيرة لما نقول كلمة سكواش، فبنتكلم كده واحنا مطمئنين وان شاء الله اللي جاي يكون احلى واحلى من اللي فات كمان بإذن الله. هو ايرلندا مش الافضل قوي بس ماليزيا فعلا، وده الغريب لانك تسمع ان ماليزيا جيده في السكواش لحد ما عندها ابطال دلوقتي كويسين بالمناسبه، والناشئين بتوعهم كمان اقوياء، فمستقبلهم في السكواش ممكن يكون برضو يعني في منافسه بعد كده مع مصر. طيب بص بقى الخبر اللي جاي ده، الخبر اللي جاي ده خبر جميل وخبر محترم جدا، وهرجع اقول تاني لهم كل الدعم لان منتخب هنا مصر للمكفوفين رجال تحديدا حققوا فوز، وفوز جميل ومحترم على المنتخب الجزائري، وكانت النتيجة 10-3. يعني بجد أكثر من تريبل سكور يعني. بالظبط في الجولة الثالثة من هنا بطولة أفريقيا لكرة القدم للمكفوفين اللي بتقام في مصر. البطولة انطلقت كانت يوم الأحد وهتستمر أو هتختتم بقى بكرة بإذن الله. كان في 4 منتخبات مشاركة، خليني أقول لحضراتكم برضو، مصر والجزائر وغانا وكوت ديفوار. منتخبنا فعلا فعلا مشي ولحد دلوقتي ماشي بخطوات ممتازة جدا، وفاز قبل كده على كوت ديفوار 11-1، انت فاهم السكور انا بتكلم في ايه، وعلى غانا 11-3. فلا يعني هم بجد في ليفل تاني، في ليفل تاني تنافسيا. باذن الله نقدر كمان نحسم التاهل لدوره الالعاب البارالمبيه باريس 2024 اللي هم يستحقوا، يعني السكور ده انت ما بتشوفوش في الاولمبياد العاديه خالص. فلا بالتوفيق ليهم، لهم كل الدعم، وان شاء الله يقدروا يحققوا لنا كالعاده يعني عدد ميداليات اكبر في باريس 2024، لان ده اللي احنا برضو خلونا ناخد عليه. عارف لما حد يعودك على حاجه بتبقى متوقعها دايما، بس للامانه هم عندهم يعني استدامه في اللي هم عودونا عليه، مفيش تذبذب. صحيح حقيقي صحيح. يعني طيب خلونا نعرف المزيد من التفاصيل حول حاله الطقس المتوقعه خلال الايام القليله القادمه، ولا سيما ان احنا داخلين على ويك اند، في ناس كثيره ممكن تبقى بتسافر من والى محافظات مصر المختلفه. احنا معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره منار صباح الفل على حضرتك واهلا بيكي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم واستاذنا حمد وكل الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيكي يا فندم. يا ترى ايه المتوقع خلال الايام اللي جايه؟ الجو هيكون عامل ازاي؟
يمكن احنا بالامس واليوم شفنا اجواء اقرب للاجواء الشتويه، امطار كانت متفاوته الشده من محافظه لمحافظه بالامس، يمكن حتى الساعات الاولى من صباح اليوم انخفاض في قيم درجات الحراره يمكن اقل من المعدل. ده متوقع لسه اليوم ان في فرص الامطار الاول على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، سواحلنا الشماليه وشمال الوجه البحري امطار متوسطه، بتمتد الامطار بكميات اقل للمناطق الداخليه، ممكن تكون امطار خفيفه على بعض الاماكن من جنوب الوجه البحري، مدن القناه، القاهره الكبرى، بعض الاماكن من خليج السويس. كميات الامطار بتزيد اكتر في المناطق الموجوده في شرق جمهوريه مصر العربيه، تحديدا في محافظه شمال سيناء، لان المنخفض الجوي بياثر عليهم اليوم بشكل كبير. اعتقد لغوا الدراسه النهارده عشان سوء الاحوال الجويه. بالفعل تم تعطيل الدراسة لأن الأمطار عندهم والطبيعة الجغرافية في المحافظة ممكن تؤدي لتشكل السيول، لأن الأمطار ممكن تبقى متوسطة وبتغزر، فده ممكن يؤدي لتشكل السيول في محافظة شمال سيناء. لكن الأمطار في المناطق الداخلية اللي هي من جنوب الوجه البحري للقاهرة الكبرى مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، هي أمطار خفيفة ممكن نلاحظها في أماكن والأماكن الأخرى لا. مع بكرة إن شاء الله هيتحول المنخفض الجوي يأثر علينا تاني مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، فهنبدأ تدريجيا يكون في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، هنبدأ فرص الأمطار تقل وتتلاشى تماما من على معظم. وأنا مش سامعة، أنا عندي مشكلة المره دي، انا سامع كويس. انت سامع كويس؟ يعني ماشي، انا سامع خالص يا جماعه، انا سامع صوت بس مش سامع الكلام كويس، مش عارفه فين المشكله بصراحه. معلش اتفضلي يا دكتور. احنا بنقول ان بكره ان شاء الله هتبدا فرص الامطار تتلاشى تماما من على اغلب محافظات الجمهوريه، هيكون في استقرار في الاحوال الجويه بشكل كبير، والاستقرار ده هيكمل معانا يمكن لبدايه الاسبوع اللي جاي لحد يوم الاحد اللي جاي، مفيش اي فرص امطار ممكن تاثر على اي اعمال انشطه يوميه. الظاهرة الجوية اللي هتبقى مأثرة معانا هي الشبورة المائية، يعني من بكرة لحد يوم الأحد شبورة مائية هتظهر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهتؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية لأنها ممكن تكون كثيفة في بعض الأماكن، فهتأثر على الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر. طب معلش يا دكتور ثانية واحدة هنا، لأن احنا شاهدنا الأسبوع اللي فات كان شبورة مرعبة الصراحة، يعني كانت مرعبة بجد. هل احنا بنتكلم بنفس المقدار هنشهد برضو الأسبوع ده أو الويكند ده؟ طيب هو الاسبوع اللي فات بالفعل احنا شاهدنا شبوره مائيه ضبابيه انعدمت معاها الرؤيه الافقيه في بعض الاماكن، يعني ما كانش في رؤيه. كانت الرؤيه صعبه جدا بالضبط، يعني الطرق اتقفلت اصلا بسبب الشبوره المائيه الضبابيه اللي كانت معانا الاسبوع الماضي، لكن المتوقع خلال الايام المقبله ان هي تكون شبوره مائيه كثيفه، يعني مش هيبقى معاها انعدام رؤيه افقيه، لكن هيبقى معاها انخفاض في الرؤيه الافقيه، ممكن تاثر على الرؤيه الافقيه تبقى 2000 او 1000 متر، مش هتوصل لحد الضباب باذن الله. لكن دايما نخلي بالنا، احنا دايما بنقول في فتره الشتاء وفتره استقرار في الاحوال الجويه الشبوره المائيه بتاثر على الرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر، فعشان كده احنا دايما نصيحتنا المهمه مع تكون الشبوره المائيه بشكل كثيف من الساعه 3 الفجر لحد الساعه 8 صباحا، او يمكن كمان في فصل الشتاء ممكن تستمر ل 9 او 10 صباحا، فالوقت ده لو احنا بنسوق على الطريق يبقى لازم القياده بهدوء تام، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، لو حصل لا قدر الله انعدام في الرؤيه الافقيه على الطريق يبقى نركن جانب الطريق حتى تحسن الرؤيه الافقيه. انا عايز اسال سؤال هنا يا دكتور برضه. اتفضلي. اصل انا الشبوره بتعمل لي مشكله والله، لان الاسبوع اللي فات انا كنت هعيط والله العظيم وانا في العربيه، لان انا ما كنتش شايفه سنتيمتر قدامي. فدايما يقول لك لو حاجه زي كده اركن على اليمين مثلا واعمل الفلاشر. طيب ما ممكن اللي ورايا يبقى مش مركز، يعني انا بخاف اقف اصلا لما بيبقى في شبوره، لان الواحد ما يضمنش الغير هيبقى عامل ازاي. يعني ايه الافضل، ايه الاصح، نعمل ايه، نمشي بالراحه ولا نركن فعلا على الجنب؟ يعني انا مش عارفه. هو يعني متهيألي الأصح إن احنا نركن على جانب الطريق حتى تحسن الرؤية الأفقية، لأن أنا لو ماشي على الطريق وحصل لا قدر الله في حد ماشي بسرعة عالية ده ممكن يأثر عليا، وممكن بتوع المرور يبقوا أدرى مننا في الفكرة دي. لكن احنا ممكن نقول حاجة تانية، لو احنا يعني معاد الشبورة المائية اللي احنا بنتكلم عليه الشبورة المائية الكثيفة، لو أنا أقدر أجل مشواري بعد ما الرؤية تتحسن يبقى تمام قوي. لا، ما هي بتحصل وإحنا في الشارع أصلا، يعني الأسبوع اللي فات ده وإحنا مروحين فجأة ما كناش شايفين. هي الشبوره المائيه بالفعل بتبدا مثلا من الساعه 12 بالليل كده بتبدا كثافتها تنزل او بتبدا تتكون،
بتبقى بشكل كثيف، ممكن تاثر على الرؤيه الافقيه بشكل كبير جدا، ممكن تنعدم معاها تقريبا من 3 الفجر، تستمر معانا بقى زي ما قلنا لحد 8 9 صباحا على حسب كثافه الشبوره المائيه. ويمكن كمان احنا دايما في نشراتنا بننوه عنها بشكل كبير، في تعاون بيننا وبين يعني الاداره العامه للمرور وغرف الازمات، لما بيحصل انعدام كامل للرؤيه الافقيه بيتم اغلاق بعض الطرق، وده اللي حصل الاسبوع الماضي. دي حصلت بس ما تمش الاعلان، ما هي دي نقطه برضو عايزه اكلم حضرتك فيها لو تسمحي لي، لان احنا التنسيق ممكن يكون ما بين يعني المرور وما بين حضراتكم طبعا، لكن وبيبقى في اغلاق لبعض الشوارع، لكن احنا محدش بيقول لنا كمواطنين، يعني مفيش بيان، مفيش حاجه ارجع لها عشان اقدر اعرف مثلا ايه الطرق اللي انا اتفاداها لان هي مقفوله، وده بالتالي بيعمل تكدس شديد جدا، وده حصل الاسبوع اللي فات وانا جاي الشغل بالمناسبه، وناس كتير اشتكت الدائري كان زحمه والمحور كان زحمه وبعض الشوارع كانت زحمه لان الناس ما كانتش عارفه ايه المفتوح وايه المقفول. فليه ما بيكونش في اعلان عن ده، ولا بيكون في اعلان مثلا واحنا مش عارفين؟ مش عارفه. هو بيتم اعلان عن الاماكن اللي بيكون فيها شبوره مائيه ضبابيه او خاصة لما نسمع كلمة ضباب نعرف ان في رؤية افقية منخفضة بشكل كبير بتقل عن 1000 متر او يحصل معاها انعدام في الرؤية الافقية. فبالنسبة للهيئة العامة للارصاد الجوية بيتم الاعلان في النشرات الجوية، هنلاقي كمان على الصفحة الرسمية على الفيسبوك اعلان ان في شبورة بكرة بتوصل لحد الضباب. الإدارة العامة للمرور لما بتلاقي الرؤية انعدمت تماما بتتم ساعتها غلق الطرق، يعني هي مش من قبلها بيوم بتتم غلق الطريق طبعا، يعني هي بيبقى مع انخفاض الرؤية الأفقية الكبير بيتم إغلاق الطرق في يعني فترة الصباح الباكر أو في ساعات الفجر بيتم إغلاق الطرق، فعشان كده احنا ما بقاش عارفين قوي مين الطريق اللي هيتقفل، لكن احنا دايما في النشرات بنقول شبورة مائية ضبابية أو ضباب هتوصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى أو السواحل الشمالية، فاحنا دايما نبقى عارفين واحنا خارجين من البيت إن في انعدام أو في انخفاض كبير في الرؤية الأفقية على الطريق هيقابلنا، فأبدأ آخد احتياطاتي قبل ما أنزل، إما أخر مشواري لحد ما الرؤية أو نغيب عن الشغل. احنا ممكن بس لا يعني هنعمل ايه طيب؟ يعني اتوفى ننزل بدري شويه مثلا لو احنا هنسوق بهدوء على الطريق يبقى ننزل بدري شويه قبل مشوارنا بشويه لان احنا هنضطر ان احنا نمشي بالراحه على الطريق حتى تحسن الرؤيه الافقيه، لان هي الشبوره المائيه بالفعل من اخطر الظواهر الجويه اللي بتاثر في الحاله الجويه، يعني المطره احنا خلاص قايلين في مطره ومعهاش انخفاض كبير في الرؤيه الافقيه زي الضباب، فهي من اخطر الظواهر الجويه اللي بتبقى كمان موجوده في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه مش التقلبات الجويه. رائع جدا. كل الشكر لحضرتك يا دكتوره منار، شكرا جزيلا لحضرتك دكتوره منار غانم، طبعا عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. قال لك نتوقف على في شبوره يبقى نلغي البرنامج يومها هنعمل ايه؟ لا بس بجد الموضوع صعب، لان يعني الاسبوع اللي فات انا فاكره الشبوره كانت صعبه جدا، فكان في اغلاق لبعض الشوارع ومن غير ما احنا عارفين، فانت بتكمل للاخر، بعد ما تكمل للاخر يقول لك لا ما هو الشارع مقفول، لف بقى. طب اللفه فين؟ فبيضطروا الناس يلفوا اللي هو الاتجاه المعاكس، فبيبقى الاتجاهين في بعض، ففي ناس جايه في طريقها حرام ما تعرفش ان الناس جايه في... لا الموضوع يعني لا بصراحه صعب في بعض الشوارع وبعض الطرق، محتاج وعي اكتر من كده، بلس الاعلان زي ما انا بقول لك من الهيئه العامه للمرور، قولوا لنا ايه، او حتى في نشرات على الراديو قولوا لنا ايه الشوارع والطرق اللي هتبقى مغلقه. بص بس هو ده للامانه بيحصل، بس هم محتاجين يكثفوا منه في ممكن الايام اللي ممكن ما يكونش بيوصل بقى لكن يعني. مطلوب دايما لما نكون احنا سايقين في اجواء بالشكل ده لا نخلي ودننا مع الاذاعات المختلفه لازم. لان فعلا بيبقى في توجيهات لبعض في بعض الاحيان لان نمشي منين وما نمشيش منين وكمان حتى نعمل ايه واحنا ماشيين في الطريق، فربنا يعني يلطف ويسلم ويستر طريقنا جميعا باذن الله. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل. مرحبا بحضراتكم انا وكريم مره ثانيه، وخلينا دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي كالعاده والفرق المختلفه. معانا منى المنيسي زميلتنا العزيزه جدا من مقر النادي الاهلي بالجزيره. منى صباح الهنا وسعداء بوجودك معانا، بقالك فتره مش معانا في 10 الصبح، اتفضلي. عليك يا نهاوند، بصبح عليك يا كريم، وحشتوني اكيد، بصبح كمان على كل مشاهدي ومتابعي شاشه النادي الاهلي في كل مكان. خلوني بس في البدايه ابارك لاسره قناه النادي الاهلي ولكل متابعي ومشجعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، وابارك لنا جميعا فوز قناه النادي الاهلي كأفضل قناة رياضية لعام 2023 في استفتاء وشوشة، وطبعا هنتهز نفس الفرصة وأبارك لك يا نهاوند بشكل شخصي على فوزك طبعا كأفضل إعلامية رياضية ل 2023، ده أكيد عن استحقاق. بتمنى لك التوفيق كله مش بس السنة دي، لكل السنوات اللي جاية بإذن الله. خلونا نبتدي بقى النهاردة أخبارنا، ويعني يمكن من الساعة 10 مساء أمس تحديدا ولا صوت يعلو فوق صوت مباراة يوم الجمعة للنادي الأهلي بإذن الله مع
اتحاد جدة السعودي بعد فوزه اكيد على اوكلاند سيتي بنتيجة 3 أهداف مقابل لا شيء. معنويات او يمكن كل الاخبار اللي جاية لنا من السعودية بتقول ان معنويات النادي الاهلي عالية، في حماس شديد، في تركيز وجدية شديدة في التدريبات. امبارح كان تدريب مفتوح، كان اول مران للنادي الاهلي في السعودية، كان تمرين مفتوح للاعلاميين والصحفيين، وبشكل جدي اكتر هيبدا تدريب النادي الاهلي على خطه مباراه يوم الجمعه. ويمكن انا متواجده من الصباح الباكر النهارده في النادي، وكان في اكتر من ترابيزه بيتفقوا مع بعض، في عدد كبير من اعضاء النادي موجود، فكانوا بيتفقوا مع بعض ان يوم الجمعة هيجوا مع بعض، بيرتبوا مع بعض ازاي هيحضروا ويشاهدوا المباراة هنا. ودي طبعا الخدمة اللي بتقدمها إدارة النادي الأهلي في مقر النادي الرئيسي هنا بالجزيرة أو في كل فروع التجمع مدينة نصر والشيخ زايد، من خلال شاشات عرض ضخمة وكبيرة وعدد كبير جدا من الكراسي. يعني بتكون الأجواء بمثابة استاد صغير كده أو ملعب كبير بيتفرج كل مشجعي و أعضاء النادي الأهلي على المباريات الكبرى. أتمنى التوفيق لفريقنا بإذن الله، وأتمنى أن كل يروح أن هو يكون سعيد ومبسوط بعد فوز إن شاء الله على اتحاد جدة يوم الجمعة اللي جاية إن شاء الله. خلونا نبتدي بقى أخبارنا أو ننتقل ونروح لأخبارنا وأخبار الفرق الرياضية المختلفة ورجال كرة الطايرة. يمكن الفترة دي أو الكام يوم دول تدريباتهم على فترتين بشكل جدي جدا، الساعة 10 صباحا أنا كنت شايفة اللعيبة كانوا داخلين من الساعة 9 تقريبا الصبح من بوابات النادي، والتمرين التاني بيكون الساعة 6 مساء. ده استعداد طبعا قوي لكرة الرجال كرة الطايرة لاستعداداتهم لمبارياتهم اللي جاية إن شاء الله يوم السبت، هتبقى على صالة الشهداء مع نادي الترسانة. كمان سيدات كرة الطايرة بيستعدوا برضو الفترة دي بشكل جدي جدا لمباراتهم مع وادي دجلة يوم الاثنين القادم ان شاء الله، برضو هتكون هنا في النادي لكن على صالة الشهداء. نكمل بقى اخبارنا ورجال وسيدات كرة اليد. دلوقتي يا كريم ويا نهاوند هما في حالة توقف دولي بسبب مشاركة كل اللاعبين في منتخبات منتخب مصر للسيدات أو للرجال. السيدات هيعودوا الشهر الجاري إن شاء الله تمريناتهم الطبيعية ولكمان المباريات للنادي الأهلي الشهر ديسمبر الجاري، ولكن الرجال هيعودوا في شهر فبراير، وده طبعا بعد ما تنتهي بطولة كأس الأمم الإفريقية واللي هتقام هنا في مصر في الفترة ما بين 19 ل 29 يناير. امبارح مدرب منتخب مصر الاسباني خوان كارلوس كان اعلن عن قائمه منتخب مصر واللعيبه اللي هتشارك ان شاء الله، واللي بداوا بالفعل امبارح معسكر البطوله. كان اختار 13 لاعب من صفوف النادي الاهلي، خليني اقولهم لكم: ابراهيم المصري، عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن فيصل، عبد الرحمن طه، عمر كاستيلو، احمد سيسا، محسن رمضان، احمد عادل، ياسر سيف، محمد مجدي، احمد خيري، محمد لاشين، وبلال ابراهيم. طبعا عدد كبير 13 لاعب من صفوف النادي الاهلي بس في معسكر منتخبنا لكرة اليد، هو عدد كبير. بتمنى أكيد كل التوفيق، إن شاء الله يكونوا قد هذه المسؤولية، إن شاء الله يكون في بطولة كبيرة إن شاء الله بما إنها تبقى على أراضي مصرية، إن شاء الله كل التوفيق ليهم. وسيدات كرة السلة، يمكن الفترة اللي فاتت كان عندنا 3 أسابيع فاتوا من آخر بطولة كانت أحرزها لاعبات سلة الأهلي بقيادة المدير الفني طبعا كابتن طارق خيري. كان عندهم 3 أسابيع من التوقف من كل المباريات، وبعد كده النهاردة إن شاء الله هتبقى أول مباريات في بطولة منطقة القاهرة الساعة 6 مساء على صالة طلائع الجيش مع مصر للتأمين. دي أول مباراة النهاردة في بطولة منطقة القاهرة، وعودة إن شاء الله تكون حميدة. بعد مباراة اليوم إن شاء الله والنهاردة الفوز اللي بتمنه لهم أكيد هيكون لسه عندهم 3 مباريات في المجموعة اللي بتقع فيها نادي الأهلي، هما نادي هليوبلس، الشمس، وأخرهم هتبقى مباراة نادي الجزيرة بإذن الله. مش بس السيدات السلة، كمان الناشئات والناشئين. الناشئات كمان أحرزوا امبارح فوز في بطولة منطقة القاهرة، أيضا أحرزوا الفوز على نادي الجزيرة بنتيجة 60-47، ودي كانت زي ما قلت لكم ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة. بتمنى لهم كل التوفيق، بتمنى النهارده توفيق لسيدات السله في مبارياتهم النهارده، وبتمنى اكيد كل التوفيق في
للعيبة النادي الأهلي في مباراة يوم الجمعة القادمة. إن شاء الله يوم الحد نبقى بنبارك لبعض كده ومبسوطين إن شاء الله بالنتيجة. دي كانت كل أخبارنا النهاردة من المقر الرئيسي للنادي الأهلي بالجزيرة، وأنا معاكم في أي استفسارات تانية الكلمة تعود إليكي مرة تانية. اتفضلي يا نهاند. منى حقيقة تغطية رائعة، ويعني ويلكم باك زي ما بيتقال، ونشوفك إن شاء الله دايما معانا. شكرا ليكي جدا. تعالوا بقى نقف شوية عند رياضة الكيك بوكسنج اللي في الفترة الأخيرة يعني انتشرت انتشار النار في الهشيم، وليها نسبة كبيرة جدا من المحبين والمريدين. تعالوا من خلال الفيديو جراف ده نتعرف على أقوى وأفضل 5 مقاتلين في تاريخ هذه الرياضة، ونرجع نكمل الكلام. تفضل. طيب هنختم الفقرة الأولى وهنروح لبعض التمارين الرياضية مع كابتن حسن حازم، وبعد كده نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. خليكم معانا. صباح الخير على جماهير وأعضاء النادي الأهلي الكرام. النهارده هيكون معانا تمارين للبايسبس والترايسبس للدراع كامل من البيت باستخدام دامبلز أو ممكن حتى إزازة مية أو أي ويتس ممكن نستخدمها كمقاومة. أول حاجة هتكون معانا الاسترتشات، 1 2 3 4 5 6 7 لفوق، 1 2 3 4 5 6 7 نفس الكلام في الدراع التاني، 1 2 3 4 5 6 7 ولتحت، 1 2 3 4 5 6 7 هستريتش برضو الترايسبس، هحط ايدي على ظهري بالشكل ده واشتغل كده، 1 2 3 4 5 6 7 ايدي التانية، 1 2 3 4 5 6 7 بعدين اعمل احماء كده للكوع، 1 2 3 4 الناحية التانية، 1 2 3 4 نفس الكلام ايدي التانية، 1 2 3 4 الناحية التانية، 1 2 3 4 أبدأ أمسك الدمبلز. أول تمرين هيكون معانا بايسبس كير، وده العضلات البايسبس اللي هي الأمامية من الدراع، 1 2 3 حاول إن أنا أحافظ على ظهري مفرود كوي، بيكون جنبي بالشكل ده كده اهو، بطلع وبنزل، بطلع وبنزل. بعدين ممكن اطور التمرين شويه باني اطلع اثبت الدراع ده واخد عده كامله للدراع ده، بعدين انزل الدراع ده، اطلع اثبت ده اخد عده كامله لده وانزل، اطلع اثبت ده واخد عده كامله لده وانزل. بعد كده ممكن اطور اكتر، اثبت ده، 1 2 3 أثبت فوق، 1 2 3 كل دي تكنيكس أكتر بتسبب استرس على العضلات وبتطور أكتر من أدائنا. تاني تمرين هيكون معايا للترايسبس، 1 2 3 الدراع التاني، 1 2 3 كمان تمرين للبايسبس،
هنطلع بشكل هامر. يعني ايه؟ الاول كنا بنطلع كده، دلوقتي هنطلع هامر كده لجوه. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. كمان تمرين الترايسبس، هنميل بجسمنا شوية وهنرجع لورا، هنبتدي نعمل حاجة اسمها كيك باك، نرجع لورا. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. تمام. كمان تمرين معانا هيكون للفور أرم، هنشتغل بالدمبلز كده، حركة بسيطة جدا باستخدام الريست بس. واحد، اثنين، ثلاثة. وبكده يكون احنا عملنا تمارين للدراع كامل. وكان معاكم الكابتن حسن من جيم النادي أهل الجزيرة. شكرا. من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية انطلق الحدث الأهم هذا العام، وهو كأس العالم للأندية، طبعا بمشاركة النادي الأهلي اللي بيشارك في هذه البطولة الكبرى للمرة الرابعة على التوالي والتاسعة في تاريخه. عندنا يوم الجمعة الجاي إن شاء الله مباراة في منتهى الأهمية، زي ما كنا بنتكلم معاكم في مقدمة حلقتنا النهاردة، لا تقبل القسمة على اثنين بأي حال من الأحوال، عنوانها الوحيد هو المكسب ولا بديل عن المكسب. مواجهة قوية أمام اتحاد جدة، هيكون لينا طبعا كلام كتير متعلق بهذا اللقاء وكمان بمشوار النادي الأهلي في هذه النسخة من كأس العالم للأندية، مع ضيفنا اللي منورنا الأستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي. صباح الفل. صباح النور يا استاذ، صباح الخير، صباح الهنا، صباح الفل، صباح الفل. طب صباح الورد، صباح الجمال. الله، يعني صباح العسل ما تمشيش معاك. ماشي خلاص، يبقى نخليها صباح العسل. امال حضرتك يا رب تكون احسن حاجه. احنا مكملين مع حضرتك للاذان فلنهايه الحلقه، فعندنا يعني استفاضه في كل حاجه بالظبط، تفاصيل هنتكلم فيها براحتنا، كل الامور والخلفيات والكواليس حاليا. خلينا نبدا كده ونقول بطوله ليست جديدة على النادي الأهلي، المشاركة إن شاء الله التاسعة وتكون يعني نتيجتها مختلفة وأفضل من المشاركات اللي فاتت. فرصتنا هذا العام من المشاركة إيه بدأين الأستاذ جمال؟ وعايزة برضو نروح لتحليلك ليه أو رؤيتك لمباراة أمس. شوفي، أولا طبعا بالنسبة للبطولة، مجرد مشاركة النادي الأهلي للمرة التاسعة ورابع مرة على التوالي، أعتقد أنه شهادة يعني بأن النادي الأهلي هو زعيم القارة الأفريقية بلا منازع وباعتراف الجميع، ويمكن ده من أيام قليلة، ويمكن ده جاي من ساعات أو أيام قليلة باعتراف الاتحاد الأفريقي بأنه النادي الأهلي هو صاحب لقب الأفضل على مستوى القارة الأفريقية. وده أعتقد أنه لم يعد جديد يعني على المشاهدين والمستمعين، و ما فيهوش يعني ما فيهوش لماضه وجدال، يعني ما فيش حد يقول لا ده انا مختلف حول لان هي بالارقام وبالتاريخ ده بقى امر واقع، نرجو ان هو طبعا يستمر على طول. اما بالنسبه للطموحات فدائما طموح النادي الاهلي وهو يشارك في هذه البطوله ان يصل الى، شوف انا دقيق في كلامي، يصل الى المباراه النهائيه ووقتها يعني هنقول نصف نهائي ولا هنقول نهائي؟ لا، احنا الطموح الدائم انك توصلي النهائي. يمكن احنا قبل كده حققنا، النادي الاهلي حقق مركز ثالث، مركز ثالث كام مره دلوقتي؟ مركز رابع. ثلاث مرات، اخر مره برونزيه ومركز رابع، فدائما عينك على ان تصل الى المباراه النهائيه للقاء بطل اوروبا. وكل مره بطل اوروبا بيبقى اصعب من اللي قبليه الحقيقه. يعني بس مع ذلك الطموح موجود. صحيح. ودايما انت بتلعب او بنلعب على هذا الامل يعني. المهم بقى، هل الاداء بيجاري الطموح؟ بالظبط. كل المباريات السابقه اللي هي بعض الناس افاضت في الحديث عن انهيار، ما الناس بتتكلم وبتحمل الامور اكتر من طبيعتها، عدوا مرحله تذبذب يعني انهيار الفريق وصل للانهيار، وصل في بعض البرامج انا بسمع محللين كتير انه كما لو ان الاهلي بعد تماما
لا الامور حتى الان نقدر نقول انها تحت السيطره، ما فيش. هو محلل واحد انا عارفاه. لا والله في كذا واحد دلوقتي. هو والله العظيم ما لا في كذا في ازمه معالي الاهلي. لا هو محلل واحد وراح محلليه. لا في كذا واحد برضو عندهم هوايه ان هو يخبط اي حاجه، يعني مجرد ان هو يحط الاهلي في جمله مفيده وكولر في جمله مفيده. طبعا الاداء غير مرضي. هو مش محلل، هو كان لاعب سابق. خلينا بقى أيوة. نبقى على المفتوح بقى. أيوة. اديني ربع ساعه وهقول اسمه. بتبقى حاله نفسيه يعني. غالبا في صراحه النهارده غالبا بتكون حاله نفسيه، لكن عايز اقول انه الاهلي خلال الفتره اللي فاتت اداؤه برضو عشان نبقى واقعيين وموضوعيين غير مرضي، لا حتى لجماهيره قبل اي حد تاني. ولكن ليس معنى هذا انه بعيد، يعني بدليل ان هو في الدوري ما زال موجود رغم انه ما لعبش ماتشات كتيره، يعني اقل من غيره في الدوري ما زال على القمه او بينافس على القمه، ولو مباراته المؤجله اتلعبت هيبقى على القمه باذن الله. ثانيا في دوري المجموعات الافريقي ماشي ويتصدر مجموعته. قد يكون الاتفاق بيننا كلنا او بين الناس، يعني انا بتفق معاهم في انه الاهلي عنده مشكله في اضاعه الفرص. دي ما حدش يقدر يعني يختلف عليها، وهي تثير علامات استفهام ودهشه مشجعي الاهلي قبل غيرهم. صحيح. يعني مش هنقول ايه، مش هنتهرب من هذه الجزئيه، ولكن قد نحملها في بعض الاحيان الى عدم التوفيق، بدليل اخر مباريات الاهلي فرص سهله جدا جدا في مباراه شباب بلوزداد، انفرادات تقريبا، ويستطيع اي لاعب في العالم ان هو يحرز منها اهداف، ومع ذلك بتخرج يعني. بس ما هو ده اللي يخلينا بقى ان ننتقل من مرحله الاحساس بعدم التوفيق الى مرحله الاحساس بان لا في انعدام للتركيز. ما هو ده لما تبقى الفرص سهله للدرجه. معلش ده احيانا برضو بيكون نتاج للضغط النفسي المحيط بالفريق. يعني انت بس دول لعيبه محترفه استاذ جمال، يعني مش حد عذر بصراحه. والله انا مش بدي اعذار، انا كل اللي انا بقوله خلي بالكم انا بعمل الاستعراض ده مش لمناقشه قصه ان ايه ضياع الفرص ليه والكلام ده، انا بعمله على اساس ان احنا ما نربطش بينه وبين ما نتمنى ان يحدث في لقاء الجمعه. مش بندي اعذار يعني. يعني مش بندي اعذار، وكمان انا يعني بقول ان الاهلي في مباراته القادمه امام اتحاد جده زي ما قلت يا كريم ان هو لا يتقبل القسم على اثنين، لا لشيء الا ان نظام البطوله كده. ما هو الفائز طبعا مولود والخاسر مفقود. بص المشهد الجميل ده وهم واصلين والمصريين المتجمعين هناك وعناصر نسائيه طبعاً كتير كمان موجوده طبعاً. بص لا المشهد جميل. الحلو بقى ان انت لما تروح اي حته في العالم هتلاقي اهلاويه، يعني ما فيش مكان تقريبا موجود على الخريطه ما فيهوش اهلاويه، فده شيء جميل. احنا في كل حته تحس ان عيلتك وراك في ظهرك، ما فيش مره نادي الاهلي يسافر لعب في حته ما لقاش جماهير موجوده. وده شيء يعني بيلفت نظر اي مدرب اجنبي بيدرب النادي الاهلي، ان هو شايف جمهور الاهلي في كل مكان، يعني وكأن الاهلي ده ممتد ومتغلغل في جميع الدول اللي بيروحوها، حتى دول افريقيا، حتى الدول العربيه طبعا، اليابان تلاقينا كله فحيث يوجد الاهلي يوجد جمهور الاهلي. وده برضو هيكون ان شاء الله موجود في لقاء الجمعة باذن الله. صحيح. يعني اعتقد انه جماهير الاهلي لن تقل عن جماهير اتحاد جده، وطبعا نخرج منها على من هذا الكلام على مباراه الامس بين اتحاد جده واوكلاند سيتي، نقول برضو انه الفارق الفني بين الفريقين واضح طبعا لصالح اتحاد جده طبعا بكتيبة المحترفين ونتائج برضو السابقة يعني في المواجهات ليهم طبعا وبطبيعة تشكيلة الفريق، لا يعني بيضم كتيبة من المحترفين بداية من الحارس إلى أحمد حجازي
الى خط النص بتاعهم. لا هو اصلا كلهم محترفين وفي 3 او 4 زي ما كنا بنقول للسعوديين يعني اصلا. ما انا عايز اقول انه خط النص مثلا في لاعب واحد من السعوديه وهو فيصل الغامدي. طب كويس. انا بتكلم على التشكيل اللي لعب الاساسي. 98% اضافه الى كريم بنزيما طبعا. فعايز اقول انه هم 4 لاعبين، وانا بعتقد انه حتى بعد الضغط الشديد اللي عمله اتحاد جده على اوكلاند سيتي، ضغط هجومي مكثف وعنده من المهارات وعنده من اللعيبه اللي تساعده على ده. ضغط ضغطه جامده جدا، احرز 3 اهداف في الشوط الثاني. بدا خلاص هو اطمن على النتيجه، فخلاص مش عايز يعمل اكتر، مش محتاج يبذل جهد اكبر، ممكن يريح بعض اللعيبه. بس سيتي كان مستسلم قوي يعني. طبعا فنياته قليله ولسه نادي يعني، بس برضو اللعب ما كانش يعني ما كانش موجود تقريبا خالص ما كانوش موجودين، وكانه خايف من المنافس فهو مش قادر يعمل حاجه. انا شايف ان هو فرق امكانيات برضو يعني، مش مساله نفسيه يعني، مش خوف، لا في ضغط مكثف فعلا من خط وسط اتحاد جده ومهاجميه، تشعروا معاه انه لا الفرقه دي انا لازم اكسب يعني. هو نازل حتى في فرص كتيره جدا من يعني هدف او اتنين من متابعات لتشتيت دفاعي، ودي النقطه اللي احنا برضو يجب ان لاعبتنا ياخدوا بالهم منها، اللي هي الكره الثانيه بعد ما تشتت الكوره هتروح فين الكوره؟ ما تروحش لواحد من دول، تروح لاحد لاعبينا اللي هو يقدر يمتلك الكوره ويستحوذ عليها ويتقدم ويبني. نقطه مهمه جدا. نعم. انا اعتقد النادي الاهلي كانت مشكلته برضه في بعض المباريات وسوء النتيجه والاداء، ان هو كان في بعض المباريات بنلعب لعب فردي. النادي الاهلي لو لعب جماعي بتاعه طبعًا هيفرق بشكل طبعًا كبير طبعًا. احنا لو لعبنا اللعب الجماعي المعروف هيفرق، لكن احنا بصراحه كنا في بعض الاحيان ده بيلعب لوحده وده مع نفسه. لا ما هو ده ما ينفعش، لا ما تنفعش خالص. هي لعبة يعني، هي لعبه جماعيه وامتلاك الكوره يعني. احنا شفنا في فترات وده باين قوي لمسه او تعليمات كولر، انك تحتفظ بالكوره معاك، ما تبقاش مع المنافس أكيد. حتى لو انت مش هتبني هجمه، على الاقل يبقى انت الكوره معاك في حوزتك يعني، وتبتدي بقى ده اللي بيساعدك ان انت تعمل هجمات. و ايه تاني لازم نراعيه وناخد بالنا منه في ضوء اللي حضرتك شفته في ماتش امبارح تحديدا؟ الدفاع لازم يكون يقظ جدا، لان لعيبه اتحاد جده عندك كانتي، عندك كورنادو، ايجور كورنادو ده برازيلي برضو، كانتي فرنسي، رومارينيو برضو لاعب برازيلي متميز جدا، فابينيو طبعا ماشي، ودول كلهم بيصنعوا الفرص ويشاركوا في احراز الاهداف ويصنعوا الفرص لبنزيما. مين كان يقول ان انت بتيجي تتكلم عن منتخب او فريق سعودي تقعد سوري مش منتخب فريق سعودي تقعد تقول عن اسماء كانتي هو الاحتراف خلاص بقى امر واقع. لا هو الامر يعني واقع خلاص، ما هو عالم كره القدم مؤخرا بقى مختلف طبعا. ده ما كناش دلوقتي ممكن فعلا فريق كامل، بس على فكره يبقى هو في واحد بس من محلي يعني، ودلوقتي في 3 او 4 حتى على مستوى العالم يعني. احنا بنشوف منتخب فرنسا نفسه مجنسين، مش هقول بقى انديه، نص وقفات، المنتخب الفرنسي نفسه من طب وبعدين المستعمرات يعني من المستعمرات التابعه لفرنسا. فبالتالي هي اصل كرة القدم، هو ليه بيقولوا جمهورية الفيفا او دولة الفيفا؟ لان هو بالفعل بقى عالم تاني. حتى يجي يقولك في اللجوء للمحاكم، لا ما تلجأش للمحاكم المدنية، تعليقا على مشكلة حسين الشحات والشيبي، لانه خلاص بقى في قوانين حاكمة لهذا المجال، والعالم كله بيحترمه، بدليل انه رئيس الفيفا بيعامل على انه في زياراته للدول على انه ممكن يقابل رئيس الدوله في اي مكان. العولمه وصلت لكره القدم كمان يا استاذ جمال؟ لا وصلت ما لازم، اصل ده واقع، والاحتراف فعلا خلى العالم قريه صغيره يعني بالفعل طبعا.
وحد الدنيا. انت بقى في امام هذا مطالب بايه؟ بان انت تقوي صفوفك دائما وتلعب على هذه الحقائق اللي موجوده. والله احنا الحقيقه حاليا مطالبين بان احنا نطلع فاصل. ايوه ونرجع بعدين نكمل الدردشه. مفيش مشكله ونرجع نشوف مش هنطول عموما ونرجع نشوف هنعمل ايه بالظبط كده. اتفضل. طيب حديثنا لسه مستمر طبعا مع ضيفنا العزيز جمال الزهيري الناقد الرياضي والحديث عن كاس العالم للانديه والنادي الاهلي وهنعمل ايه المباراه القادمه. لازم ناخد بالنا من ايه؟ كلمنا حضرتك او حضرتك ذكرت موضوع الدفاع، لازم نركز على الدفاع بتاعنا. ايه تاني ورؤيتك اصلا للمباراه؟ يعني هل احنا بنتكلم ان 50-50 مثلا دلوقتي النسب ولا ايه الوضع؟ النسب موجوده يعني ما نقدرش نستبعد احد الفريقين. الفريقين عندهم، انا بقول برضو عشان ابقى فير، حظوظ متساويه مفيش مشكله، بس مين اللي بيفرق في التفاصيل الصغيره؟ التفاصيل الصغيره مهمه جدا في هذه المباريات، انك انت ازاي تامن دفاعاتك كويس وفي نفس الوقت تبني هجمات وفي نفس الوقت اللمسه الاخيره. يعني انت عندك ثلاث امور لازم هيتعملوا في توقيت واحد، مش يعني دون ان يطغى احدهم على الاخر. يعني انا مش رايح ادافع وفي نفس الوقت مش رايح اهاجم واسيب دفاعي، يعني لازم يبقى في ادوار. واعتقد انه كولر دي مهمته ان هو بيدي تعليمات معينة. هل التعليمات بقى بتتغير لما بتكون بتلاعب فريق فيه عناصر بعينها لازم تاخد بالك منها بشكل طبعا إضافي عن المعتاد؟ يعني طبعًا. لو مثلا بتلاعب حد فريق تاني مثلا منافس ليك من ضمن اللعيبة اللي فيه، حد زي كريم بنزيما، كانتي، انت هنا ممكن نتيجة وجود الأشخاص دول والأسماء دي تغير من طريقة لعبك. ده 100%. انت بتبني طريقة لعبك أصلا على المنافس. يعني لو انت هتلعب مع اوكلاند سيتي مش هيبقى عندك مشاكل كتيرة. وعشان كده كان كولر كان بيحضر المباراة وأكيد بيسجل ملاحظاته طبعا، وشايف بطريقة أفضل مننا كمان ايه نقط القوة اللي موجودة ونقط الضعف. أنا بشوف إن الخط الدفاعي في اتحاد جدة لو انت قدرت في ثغرات تبني هجماتك عليه وتشتغل عليه بشكل كويس. المهم انه لا مجال لاضاعه فرص بصراحه. صحيح. يعني لانه الـ 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 الهدف اللي بيجي بيعليك حتى نفسيا. طبعا. لكن طبعًا. ان انت تضيع صحيح. ثم تضيع، زي ما بيقولوا في الكوره اللي بيضيع يستقبل. يعني صحيح. لان ده بيعمل معنويات افضل عند المنافس. فحضرتك بتقول انه بتفرق انه يكون في نجوم معينين او لعيبه معينين انت بتدي لعيبتك مهام خاصه للعب عليهم او رقابتهم. طبعا. يعني بنزيما اكيد هيبقى عليه شغل، كانتي هيبقى عليه شغل. ما انت ما تديش كمان خط، انا شايف من خلال مباراه امبارح ان خط النص مهم جدا. يعني امبارح وسط اتحاد جده مكتسح مالي منطقه النص امام تراجع واضح جدا من اوكلاند. فبالتالي يعني المباريات دي بتبقى فيها شغل كتير، فيها حسابات خاصه يعني. وفيها شغل كتير. يعني فيها تعليمات كتير، واجبات كتير على كل لاعب. يعني مفيش حد هيستريح يعني. طبعا. كله هيبقى شغال طوال ال 90 دقيقه، وهيبقى ماتش قوي جدا. واعتقد يعني ان شاء الله او نتمنى بإذن الله أن يكون النادي الأهلي هو الفائز يعني بإذن الله. طيب أنا بحب دايما أفترض سيناريوهات. هنروح لسيناريوهين. اتفضل. في حال أن احنا فوزنا ما بعد طبعا، والفريق البرازيلي وليس سهل طبعا أبدا، وفي حال أن احنا ما فوزناش لا قدر الله، قولي السيناريوهين ممكن يبقى شكلهم عامل ازاي وما بعدهم. عايز اخليني في الاحتمال الاول. السيناريو الحلو بس الاثنين واردين. طبعا واردين مفيش كلام. هو انت على حسب، بس خلي السيناريو الثاني معروف. بعد الماتش ليه نتكلم فيه؟ لان انا عايز اعرف هل لا قدر الله لو ده ما حصلش ممكن يؤثر سلبا على بقيه مشوار النادي الاهلي في البطولات الثانيه؟ لان انا لسه عندي حاجات كتيره قوي. لا ما دي فانا عايز اطمن. دي نقطه مهمه جدا. الناس رابطه
الفريق ومصيره ومستقبله ومستقبل كولر بالبطولة دي. صحيح، في ناس عاملة كده. لا، وهذا الكلام غير طبيعي. يعني أنا بعتبر هذا الكلام امتداد لحالة الإيه؟ التشكيك وهز ثقة فريق النادي الأهلي. يعني إن دي بطولة ما تقدرش تعمل لها حسابات وتاخد بناء عليها قرارات. لو افترضنا حسن النية عند الناس اللي قالت كده أو اللي شافت كده، تاني لو افترضنا حسن النية هنقول عشان هم شافوا في الفترة الأخيرة ما لم يسرهم خلال متابعتهم لآخر ماتش محلي ده شافوا هم كده، شافوا بيثبتوا ان هم شافوا ما يسرهم. ده هم مبسوطين، يعني اللي بيتكلموا في الجزئيات دي هم مبسوطين ان الأهلي مش في حالته الطبيعية. انا بقول لك لو افترضنا حسن النية لا ما انا مش هفترض انا هفترض انا هستبعد حسن النية عكسك تماما، وهقول انه الناس اللي بتفكر بهذه العقلية هم نفسهم يبقوا فرحانين قوي يعني انه النادي الاهلي واقع. وده يعني اعتقد مش هيحصل، وربط البطولة دي بمستقبل الفريق صعب، بدليل ان انت بعد البطولة مباشرة النادي الاهلي هيلعب مباراته مع شباب بلوزداد، هيلعب السوبر المحلي. يعني هناك بقى بطولات حقيقية. طبعا دي بطولة برضو، يعني لو كسبتها هي بطولة حقيقية جدا. لا بطولة حقيقية جدا، بس انا بتكلم عليها انها ما تبقاش نقطة تحول، يعني ما تبقاش نقطة. بالعكس، انت هتشتركي وهتلعبي وهتقدمي كل اللي عندك في البطولة، واخد بال حضرتك، وبعد كده لازم تكملي. حضرتك شايف فرصنا في البطولة دي تحديدا واصلة لفين؟ والله بص، اصل هي على حسب الماتشات برضو. يعني انت اول مباراة دي مهمة جدا، أكيد هي دي اللي هتعمل لك نقطة انطلاق على نقطة انطلاق وتفويقة جامدة جدا، هتخليك تخش بطموحات مختلفة أمام بطل أمريكا الجنوبية. وطبعا أي بطل لأمريكا الجنوبية لازم هتحترمه، أكيد طبعا. مفيش كلام، مفيش هزار. وإذا أنت قلت لا أنا ما كنتش عايز ألعب هنا، لا كنت هتلعب مع بطل أوروبا الجريح أيضا. يعني ما هو جاي وعايز برضه يفوق طبعا، يعمل إفاقة. فهي المسألة محتاجة شوية تركيز قوي من لعيبة النادي الأهلي، لأن الفوز بإذن الله في مباراة اتحاد جدة أنا بعتبره بصرف النظر بقى عن الناس اللي بيرتبوا ما بعد البطولة، أنا بقول على الواقع يعني، لا فوز لازم يكون مهم جدا جدا ونقطة انطلاق زي ما أنت قلت يعني. طيب تعالى شوية نروح لبعض الأقاويل ونشوف مدى أصلا يعني منطقيتها من عدمها أو من عدمه. تفضل. قصة إن أنا بربط كتقييم للفرق المختلفة، مش هتكلم بس عن النادي الأهلي، بالمدير الفني. يعني بعض الناس عندك يا جماعة إيه الماتش ده مش حلو، الماتش اللي بعديه مش حلو، الماتش التالت مش حلو، ضيعنا بطولة، غير لي اللعيبة وغير لي الصفقات وغير لي المدير الفني. ده بيقال بشكل مكثف وتحديدا في الفترات اللي بيبقى فيها دروب، ولو هنا هقول عن النادي الأهلي حصل في الفترة الأخيرة. تمام. الكلام ده ما بيحصلش في العالم كله، وبالتالي في منتاليتي مختلفة وفي حاجات كتيرة جدا مختلفة. بالزبط. هو أنا لغاية امتى هفضل لسه بالفكر ده، ان انا بمشي القصه بتقييمي او حبي للعيبه والمدير الفني او رضايا عنهم، وده بيحصل على مستوى المنتخب بالمناسبه بماتش او اتنين او ثلاثه او بطوله، يعني كلام غير سليم. ده في اوروبا انديه ومديرين فنيين بيقعدوا بجد بيجيبوا كل اربع سنين بطوله واحده، محدش بيطالب اصلا من الجماهير ان هو يمشي. فرق كبير. الفرق في انا من وجهه نظري في الاعلام المرافق والمصاحب واللي بيغطي. يعني احنا معلش عندنا، وده مش انتقاد بالمعنى لكن هي ملاحظة، انت عندك كل يوم قد ايه برامج رياضية بالليل هيتكلموا، معلش يعني مع كل الاحترام، لازم هيناقشوا المشاكل والاشياء دي. وقد يكون الاهلي هو بيتربع على عرش البرامج الرياضية حلو او وحش، سواء كان منتصر او مهزوم، في الحالتين بيديهم ماده او عنده اخفاق فيها. بالظبط، بدليل ان انت بتلاقيه دايما البرامج بتبدا بالحديث عن الاهلي سواء كان فائزا او مهزوما ثم
الزمالك ثم الانديه الاخرى. صحيح. هو ترتيب الحلقات يعني، يعني ما اعرفش صح ولا ايه، بس انا لا لو في منتخب بيبقى في الاول وبعد كده. وبعدين التقييم بيكون بناء على انتماء المذيع والضيوف، لانه احيانا دلوقتي في بعض البرامج بتستضيف ضيوف خاصين جدا. هم بيبقوا هو جاي دائمين. ودائمين في الغالب يعني دلوقتي، فخلاص بقت متصنفه انه مهما عمل يعني، حتى لو الاهلي عمل ايه بيقولوا ايه عن الاهلي، ده كولر غلط، ده كولر مش عارف عمل ايه، ده لا ده كان الاهلي ممكن يكسب 4 مش 1 يعني، حتى لما يكسب يعني. على فكره الانتقادات ما فيش مشكله فيها، لكن في بعض الاشخاص بتطلع مش تنتقد، المفروض ده انت اعلامي يبقى في لغه بتختارها. لا هو بيتكلم في حضرتك يعني يا استاذ، فاكر التفكير كان تنمر على بعض اللعيبه الاهلاويه. ايوه لا انا عايز اقول لحضرتك الكلام اللي انا بقوله شيء صعب يعني. الكلام اللي انا بقوله في قناه الاهلي انا بقوله في القنوات معروف الاخرى معروف عن لما اروح اي قناه. ليه؟ لان ما اقدرش اقول ان الاهلي حلو قوي وهو وحش يعني اداؤه. فكره احنا هنا في القناه ده بنتكلم، وعلى فكره هو ده يعني. هو ده الصح، ما هو ده اللي انا عايز اقوله. لكن ان انا ابقى داخل حلقه معينه واقول نويت ان اهاجم باي شكل من الاشكال بقى الاهلي لا بيلعب حلو النهارده كسب، لا اللعيب ده غلط سلوكيا، ما انا داخل متحفز اصلا ومتربص ناوي يعني طبعا. فعشان كده انا بقول ايه، انه اللي حضرتك بتقوليه هتبني فريق ازاي اذا كان انت كل يوم معرض لانك تخلي المدير الفني يتخانق مع المشجعين. يعني حضرتك بتتكلم يعني ان السبب يعني مثلا السبب الاعلام، اصل مش المفروض يعني الاعلام يؤثر على اصحاب القرار. لا بيأثر مش على اصحاب القرار، ما هو ده حصل مع المنتخب. لا يعني مثلا ايام موسيماني مش كان الراجل برضو عامل انجازات في الاخر ما تحملش هو الضغط هو نفسه شخصيا لما وفايلر وكتير من هو الناس. قال انا مش قادر. طب الموضوع ده بقى هل في ضابط ليه، رابط ليه باي حال من الاحوال؟ لان احنا خلاص كلنا مجمعين ان الموضوع ده بيعمل اضعف الايمان، بيعمل بلبله بين الجماهير، بيوصل للعيبه بشكل او باخر. وطبعا نتيجه سيطره السوشيال ميديا في كل حاجه بتوصل لهم وبتاثر عليهم بالسلب في اغلب الاحيان. هل في حاجه ممكن تتعمل عشان ضمان الحياديه والموضوعيه والابتعاد عن البهارات والتحديش اللي بتخلي دي متروكه للناس اللي بيقدموا المحتوى الاعلامي؟ يعني يبقى في بعض المصداقيه وبعض الموضوعيه ماشي، يعني ابقى انا بناقش الامور بشكل ما فيش مبالغه وما فيهوش قصد ان انا اهد الاهلي او الزمالك او حسب الانتماء يعني. وفي نفس الوقت اللعيبه زي ما حضرتك قلتي محترفه، فيجب انهم يكونوا عندهم قدر اكبر من التحمل والصلابه. ما بقاش انا لعيب محترف وازعل مثلا ان انا انتقدت، ما انت طبيعي جدا انت راجل بتتقاضى ما تريده من اموال. ممكن بينتقدوا في البرامج التلفزيونية، لكن في السوشيال ميديا ساعات بيتهانوا مش مجرد ده بالعكس. السوشيال ميديا ما تقدرش تسيطر عليها أكتر يعني، لازم حتى اللاعب يعني زمان كان يروحوا شايلين الفيش المدربين بتاعة التلفزيون عشان ما يتفرجوش على البرامج. أنت تاخد قرار إن أنت كلاعب ما تتأثرش، ما تدخلش في حتى ملاسنات مع انا بجد عايزه اقول حاجه يعني انا مش عارفه هو المفروض ما يكونش فيه اصلا اي، مع احترامي للسوشيال ميديا بس، ولا اساسا فيه اهتمام اللي بيتقال عنها. يعني انا بشوف ان الشخصيات الطبيعيه بالزبط. اللي هي في مراكز معينه هو بجد وانا هيفرق معايا تعليق واحد مثلا سلبي او حتى ايجابي مع احترامي. ما بالك انت لاعب دي عايزه وعي بقى ذاتي. لا وعي ايه ده، هي شخصيه بس يعني بجد هو مين ممكن ان هو يتاثر بكومنت حلو او وحش بالظبط يعني. هو ده بيحصل. انا بالنسبه لي عمري ما بتاثر. ما انت بتتاثر. بصي نفس البشريه في الاخر بعض الناس ازاي رجعنا يعني ان ساعات بتبقى الانتقادات حقيقي مهينه. ده بيركبوا صور وبيعملوا حاجات برضه يا كريم هو كارز يعني كان برضه ده ساعات. ليه انت اي برنامج اتفرج على الكومنتس بتاع الناس هتلاقي واحد ممكن يشتمك طبعا
لا ليه يشتم ده؟ في قانون على فكره، ما نقدر نجيب حقنا بسهوله. لمجرد بص يعني يشتمك ويشتمني في حاجه احنا الاثنين مش مشتركين فيها، لمجرد اننا بنقول حاجه مش على هواء. على هواء بالظبط. طب يتحاسب قانونا؟ ما فيهاش حاجه، عايز يقول حاجه يقولها يا جماعه، ما فيش ازمه. او يعني او يهمل يتحط فيه. لا ما يهملش ليه؟ في قانون. في قانون لو بس انا بتكلم بقى على مساله التركيز بتاعك. انت تركيزك في الملعب ماشي طبعا، وكل ما تزيد الانتقادات مفروض ان انت يعني. انا باخد من محمد صلاح برضو الحقيقه جزئيه مهمه، ان هو محترف. ما هو لما بيجي يقول المينتاليتي، ايوه على فكره مدربين اجانب كتير كل ما تكلميه زمان، من زمان تساليه على او تساله على على طبيعه اللاعب المصري يقول لك المينتاليتي. صح. المينتاليتي مش بمعنى ان هو يعني قليل ادب ولا وحش، ان هو مش محترف. المينتاليتي بتاعته ما فيهاش احترافيه. احنا عندنا لعيبه كتير احترفت في الخارج وما نجحتش، رغم ان هي هنا كانت في ليفل تاني، لان ما عندهاش المينتاليتي. يقعد اسبوعين دي. يقعد اسبوعين ويرجع لانه لا يتحمل ضغوط كتيره، منها الغربه، منها الهوم سيكنس. طب احنا مش المفروض نرسخ المينتاليتي دي في كل اللعيبه بتوعنا حتى محليا لصالح الانديه اللي هم بينتموا ليها؟ ما تقدرش برضو. طبعا ده واجب، بس ما تقدرش تقنع بيها الجميع بنفس الايه الدرجه. فعشان كده بنقول ايه، احنا بنطرح القضايا يمكن حد يعني يسمع فيتنبه يعني. بس لكن في النهايه الاساس، عشان كده انا بقول ايه، لما انت بتلعب مباراه وتحرز هدف مبكر انت بتركب الماتش. نسبه امكانيه حدوث هذا الامر في الماتش اللي جاي ان شاء الله يوم الجمعه؟ وارد وارد. ما انت لازم برضو اكيد المدير الفني بيبقى عامل مع لعيبته سيناريوهات. الربع ساعه الاولاني لو حصل كذا انا هعمل كذا. يعني بتبقى متقسمه. طبيعي جدا ان هو بيقسم المباراه الى فترات زمنيه واحداث قد تحدث. يعني بيديله احتمالات، لو جه مرمانة دخل مرمانة هدف مبكر مثلا هنعمل ايه؟ هنرتبك لا هو بيحصل كده للاسف معظم. لا ما هو لازم بيكون في خطه، سيناريو لمواجهه الحاجه اللي انت مش متوقعها. خلينا بقى نقف عند التفصيله دي ونطلع فاصل ونرجع ماشي. نكمل الكلام. مرحبا بحضراتكم، ده خلاص الفاصل الاخير بقى. كفايه فاصل والله، احنا والله فصلنا النهارده عملنا فصلنا كذا مره. طيب نرجع بقى، لان برضو كاس العالم للانديه الملف الابرز حاليا، وعايزين نطمن الجماهير. احنا اتكلمنا في كل حاجه مقلقانا، وايه الكواليس ورؤيتنا ونقاط ضعف وقوه، لكن انا عايزه اطمن بقى في الدقائق الباقيه انا وكريم الجماهير ونطمنهم بمنطقيه. تاريخ مواجهتنا في هذه البطوله، تاريخ مواجهات اتحاد جده في البطوله دي، مش احنا وهم يعني مع بعض لان هم طبعا الاغلب للاسف الشديد. وفي نفس الوقت انا فرصي السنة دي تختلف عن السنة اللي فاتت أو المشاركة الموسم الماضي في إيه؟ يعني هل في كريدت أكبر المشاركة المرة دي، ولا برضو الموضوع مقلق ممكن أوصل برضو رابع العالم؟ رغم أن رابع العالم على فكرة مش وحش طبعا. يعني طبعا. لما رحنا رابع العالم ناس قالت لك أوه رابع العالم، وهم ما شاركوش أصلا يعني بالزبط. عمرهم ما شاركوا ولا هيشاركوا فاتفضل. شوفي هقول لك، طبعا هو الطموح دايما زي ما قلنا، أو ممكن يشاركوا والله نتمنى يعني. يعني كل الفرق المشتركة في كأس العالم المباريات الأخيرة بتاعتها مش أحسن حاجة يعني. صحيح قبل ما ينزل. قبل ما يسافر. وده غريب على فكرة. هو ده برضو نقدر نقول إن هو في كرة القدم طبيعي. هو ده بالك يعني طبيعي إن أنت الأداء ما يبقاش على طول في نفس المستوى ونفس الدرجة. بتجهز نفسك لبطولة كبرى. غير مثلاً. عندنا إحنا بقى. إحنا عندنا هنا لازم الفرقة دي تبقى حصينة بتجري بنفس القوة على طول، ما فيش حاجة اسمها انخفاض مستوى، ده العقلية يعني. لكن أنا بقول إنه مجرد المشاركة في كأس العالم أو تواجد لاعبي الأهلي في كأس العالم للأندية، أنا تصوري وتوقعي إنه هيرفع عندهم مستوى الدافع. يعني انت لما بتلعب ده شيء منطقي. وبعدين الحدث الاخير بحصول
الاهلي على 3 ألقاب في الاتحاد الافريقي، احسن نادي و احسن لاعب واحسن هدف داخل القاره بيرسي تاو، واحسن هدف كهربا. ده برضو خلي بالك بيعامل مساعد جدا على ان اللعيبه ماشي رفع المعنويات، ولكن أيوه. مش بس ده اللي انا عايزه دلوقتي، رفع المعنويات، تجديد دوافع، الكلام ده كله مهم ماشي. بس انا يعني عايزه اطمن، انا عايزه اطمن على مستوى الاداء فنيا وكل حاجه وجاهزيه. يعني ما هو الاحيان كتير جدا بتبقى الاخطاء نتيجه لانك بتضيع فرص سهله جدا، مثلا نتيجه ايه؟ واحد الدنيا مضلمه معاه. والله يعني بيبقى نفسيا غير مهيئ ان هو يحرز اسهل فرصه، يعني انت تشوف فيه فرص بس هو يعني هو حبكه يضلم في كاس عالم، يعني ما يضلم محليا بينا وبين بعضينا. بالعكس بالعكس، ده هو ان شاء الله في كاس العالم الدنيا هتبقى افضل، هتنور. وهقول انه الاداء بشكل عام للنادي الاهلي يعني انا متوقع ان هو يبقى افضل امام اتحاد جده كبدايه يعني. ولو نتذكر كاس العالم الماضيه او السابقه انت كان ممكن تحقق نتائج افضل، يعني امام ريال مدريد تخسرت 4-1. انا هتقولي لا ده اللي حصل، لا كان هي 2-1، لحظات صغيره جدا من غياب التركيز، هدفين متتاليين صح، فخلى شكل النتيجه مش. انا كنت خايفه برضو، انا نازله بلعب وانا خايفه، وده غلط جدا. مهما كان المنافس بتاعي قوي ما ينفعش اظهر بصوره ان هو انا مهتز او ما عنديش ثقه او ان انا شايف نفسي قليل، ده بيخلي فعلا ان العامل ده يخليني فعلا نفسي. عشان كده العامل النفسي برضو لازم نقول مليون في المية مهم جدا. والتركيز، ما هو التركيز ده نفسي، ما هوش حاجه عضويه، يعني حتى التركيز هو حاجة نفسية صحيح، فدي مهمة جدا. وأعتقد أن كلام مستر كولر للعيبة خلال الأيام الأخيرة، وده واضح من خلال تصريحات اللعيبة رامي ربيعة والشناوي، أنه في اهتمام بالجانب ده، لأنه اللعيبة عارفة هي مش لعيبة كرة جديدة، وعارفين كويس إمكانياتهم إيه يعني. لكن احنا بنتكلم على كل ما زاد تركيزك وكل ما زاد حالتك المعنويه او النفسيه. احنا من شويه كنا بنتكلم على فكره الحاجات اللي مخوفانا او اللي قلقانا، تعالى نتكلم بقى على العكس. مطمن من ايه او مطمن لايه حضرتك في الماتش اللي جاي ده في النادي الاهلي يعني او في الفريق؟ تطمن ان الفريق ده مش جديد على البطوله، مش جديد، اللعيبه دي مش جديده على بطوله كاس العالم، يعني ما فيش اللي هي الخضه بتاعت انه انا الاول مره بشترك، لا عندك مخزون برضو لغايه السنه اللي فاتت يعني. عندك مهارات برضو، عندك حسين الشحات مهاري، عندك كهربا، عندك بيرسي تاو. انا بقلق من حاجه تانية، انا عندي سكواد واثنين اكتر من رائعين، لكن مشكلتي ان انا في تذبذب في المستوى. ما انا بشوف حسين الشحات متالق جدا وكهربا في 3-4 مباريات، وبعدين بلاقي مستوى متواضع جدا في مباريتين ثلاثه. فهو ده اللي انا خايف منه، انت هتبقى ده ولا هتبقى ده يعني. بالظبط. ما هو عشان كده البديل بيبقى مهم، يعني لما يكون الاساسي مش في يومه، البديل قد يكون في يومه فينزل بيغير. يعني احنا ما هو انتقدوا الروتيشن ده، قال لك هو انت بقى بتلعبني ليه؟ ما هو الروتيشن مش برضه ما هو انا الروتيشن بجهز بيه اللعيبه بتاعتي كلها. مش بكم كبير يعني، يجب انه يبقى فيه مش ثبات في التشكيل. ما اصل لو عندي ثبات يعني بمعنى ايه؟ لو الباك اليمين عندي محمد هاني وعندي اكرم توفيق، ده له مهام وده له مهام حسب ما انت عايز. يعني انت عايز تأمن دفاعي بتبتدي بأكرم، عايز لاعب يعمل لك هجمات ويعني يقوم بدور هجومي بيبقى عندك محمد هاني. فاختيارات المدير الفني مهمة وتعديلها أثناء الجيم. من هذا المنطلق بقى شايف إن إيه التشكيل الأمثل للنادي الأهلي في ماتش اتحاد جدة؟ يعني نقول ايه؟ الشناوي طبعا، ممكن اكرم، محمد عبد المنعم،
ياسر ابراهيم، علي معلول، ممكن العم مروان عطيه اللي هو الهاف ديفندرز، اليو ديانج. طبعا ممكن هيبقى هنا الخلاف على هل يلعب بقفشه ولا بامام. الاثنين قادرين، لكن قفشه عنده برضو ده عنده مميزات وده عنده مميزات، لكن الاختلاف ما بيبقاش كبير. الثلاثه الخط الامامي اعتقد اللي احنا قلناهم يعني بيرسي تاو كهربا حسين الشحات. احنا الوقت خلص، بس احنا ممكن نعمل حاجه حلوه قوي بقى. قوي. ممكن نعمل جوائز، نعمل وصله. لا نعمل جوائز وتوقعات والله. يعني نتوقع اولا، السؤال الاولاني مين اللي يفوز؟ توقعات الماتش المباراه الجايه للجمهور بقى. للجماهير طبعا. ومع مين اللي يفوز بكام، يعني نتيجه كام؟ خايبه حد يظبطها مظبوط، بس الجوائز لازم تبقى حاجات تقيله. طبعا. يعني 10,000 جنيه بقى والفوق. وانت طالع مين بقى اللي هيدفعهم؟ معرفش. بس والله ممكن نعمل حاجه. كريم ما تيجي نعمل حاجه كده ونطلع الجوائز من جيبنا؟ والله لا. يلا اعملوها. خمسه منك وخمسه مني. بقول لك اعملوها ابتداء من بكره. لا بكره انتوا اجازه وهنعلن النتيجه يوم الاحد. حسن مش انتوا بكره راحه؟ بكره ممكن نعملها. اعملها من بكره. اعمل برضه دي كمان. لا اولا اكون انا مشيت ونكون احنا مشينا. لا هو طبعا ان شاء الله نتمنى ان شاء الله الفوز للنادي. يا رب يا رب ان شاء الله. باذن الله يا رب. شكرا شكرا ليك استاذ جمال والله بجد. ساعه وتغطيه رائعه حقيقي. ربنا يخليك يا رب. كل التوفيق للنادي الاهلي، ودايما دايما رافع راسنا باذن الله يكون الافضل كمان فنيا. عايزين نشوف مباراه قويه مش بس في النتيجه. نشوفكم انا وكريم ان شاء الله الاسبوع القادم و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.